the youth paper. I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Still a girl like that. No, no, we don't die. Yes, we multiply. Anyone press we hear the fire sing. Pick up the crew in the area. Still love you like that. Yeah, come be yourself. I'm the lyrical gangster. Excuse me, Mr. Officer. Officer, يبقى الأطفال متعة ما بعدها متعة، وطبعا نعمة من نعم الحياة الكبيرة جدا. لكن خلينا أقول لكم، الملكة، الملكة عندما لا تصبح ملكة ذات جمال واضح، ولكن ملكة محاطة بالأمراض. الملكة هي البويضة، وعندما تحاط بالأمراض الحوار يصبح مثيرا للغاية. لكن خليني أحكي لكم قصة مهمة جدا للبوليسيستيك أوفري أو مرض تكيس المبيض، هذا المرض الشهير اللي بدأ يزيد. وطبعا المبيض الطبيعي له شكل مميز وطبيعي، حلو قوي الكلام ده، والمبيض الطبيعي له وظيفة مميزة وطبيعية. لو أصيب هذا المبيض وبقى غير طبيعي، لا يبقى شكله طبيعي ولا وظيفته طبيعية. والله أنا بقول الكلام عجب جامد جدا. لكن خلينا أقول لكم إيه، إن المبيض الطبيعي طبعا البويضات بتطلع بشكل مميز، بشكل معين، بشكل فيه ماتيوريتي أو شكل فيه نضوج كامل، وبالتالي تأدي وظيفتها بشكل كويس. لو حصل خلل ما في المنظومة الهرمونية، هنلاقي المنظومة الهرمونية ديت الخلل بيكمن في واضح قوي، انه عدم تناغم ما بين الغدة النخامية والغدة وغدة المبيض او المبيض نفسه، وبالتالي بنلاقي انه البويضات بتطلع بشكل غير متيور، ويصبح المبيض عرضة الى انه يحتل بي زي اكياس كده، ويسموا ده التكيس المبيضي او بوليسيستيك اوفري. المبيض الطبيعي بيطلع بويضة طبيعية زي ما احنا شايفين، وتمشي هذه البويضة في طريقها عشان تروح تتلقح، او يحصل فيها ان الحيوان المنوي يقابلها وتروح تعمل انغماس في جدار الرحم. لو ما ده ما حصلش هتروح وتبدأ جدار الرحم يتحول بشكل ما تحت تأثير هرمونات، ثم تحدث الدورة الشهرية بعد كده. لو حصل بقى انه عندنا تكيس مبايض، هيبدأ يحصل اما تيور فورميشن او عدم تكوين جيد بالنسبه للبويضه. ده بيصاحبه ان البنكرياس بيطلع انسولين غير جيد، او انسولين لا يعمل، وايضا هرمون الذكوره بيعلى. فبتلاقي فيه متلازمه غريبه جدا، الست تلاقيها عندها بويضات غير جيده، وعندها تبويض غير منتظم، وعندها هرمون الذكوره عالي، وعندها الانسولين ما بيشتغلش بشكل جيد على مستقبلات، وبالتالي عرضه للسكر، وده بيسموه مرض تكيسهم. ده احد اشكال ان البويضه الملكه ما يبقاش شكلها حلو. انا قلت لكم لما بتبقاش جيده هيبقى الشكل مش حلو والاداء الوظيفي مش حلو. طب تعالوا نفهم حوار مستمر عن الملكه اليوم. حوارنا ما زال مستمر عن الملكه مع ضيف العزيز، القمه العلميه الكبيره، والشارح المتميز جدا جدا، والمحاضر الكبير، الاستاذ الدكتور هشام الشاعر. الاستاذ الدكتور هشام الشاعر استاذ امراض النساء والتوليد والحقن المجهري والعقم بكلية طب القصر العيني جامعة القاهرة، استشاري جراحات المناظير وأطفال الأنابيب والحقن المجهري، عضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والعقم، رئيس مجلس إدارة مركز الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية. أهلا بك دكتور هشام، وحشني جدا جدا. والله حيك أكتر. الملكة عندما لا تكون جيدة، لا تكون جيدة في الشكل ولا في الوظيفة. هو الملكة برضو ليها علاقة بالفيديو الجميل اللطيف اللي هو مش اللي فات، اللي فات علم شوية صعب بالنسبة للسادة المشاهدين. الأولاني بتاعة الأطفال. هو أنا افتكرت، معرفش ليه افتكرت وأنا بتفرج على الفيديو مع حضرتك، التعليقات اللي أنا بشوفها من حالات فعلا الحالة تبقى مالها، عندها طفل في إيديها، أو يعني عنده سنة أو سنتين بالكتير، أو ما شاء الله عنده 4 أو 5 سنين، ويجي يعمل شقاوة الدنيا والآخرة في المركز، يقلب الدنيا. تمام. لدرجة أنا جوه في أوضة الكشف أسمع صوت الطفل اللي هو الفظيع اللي قلب الدنيا ده. وبعدين لما تخش الحالة
انا افتكرت الحركات اللي بيعملوها الاطفال الجمال، هو الاطفال دي بتعمل كده. فتقول لي الحاله بص يا دكتور هشام، بمناسبه الملكه دي البويضه بتاعه المره اللي فاتت، بص طلعت العيل عامل ازاي. ارجوك المره دي نقي لي بويضه حلوه، ما تطلعش العيل الفظيع ده. طلع لي بويضه عاقله. عاقله، طفل عاقل شويه. ده فعلا موقف يعني شبهه بيتكرر عندنا في حياتنا العمليه بصوره دوريه. طيب احنا المره اللي فاتت اتكلمنا عن الملكه اللي حضرتك تلوهت عليها وقلت ان هي البويضه، وقلنا ان البويضه دي حاجه مهمه جدا في حدوث الحمل، لان اركان حدوث الحمل اربع حاجات عشان يحصل حمل. المفروض بويضه تخرج من المبيض وتوصل لقناه فالوب، يجي لها حيوان منوي ويكون جنين، والجنين هيتحرك يمشي في الانبوبه لحد ما يوصل الرحم ويثبت نفسه في الرحم. عشان كده انا عاوز بويضه حلوه، عاوز حيوان منوي حلو، عاوز انبوبه سليمه، وعاوز رحم سليم. يبقى في اربع حاجات لازم يكونوا طبيعيين تماما. لو انا حبيت اختار يا دكتور ايمن اهمهم كلهم طبعا مهمين، بس اكثرهم اهميه هي البويضه. وعشان كده احنا بنقول عليها هي الملكه، لان طول ما البويضه حلوه جدا، طول ما فرصه الحمل عاليه جدا، حمل اي حمل سواء كان حمل عادي او حمل حقن مجهري، ما بقولش حمل طبيعي وحمل حقن مجهري، لان الحمل بالحقن المجهري او حمل طبيعي. انا بقول natural pregnancy يعني حمل تلقائي من غير تدخل، او حمل بالحقن المجهري. مين المتحكم الاكبر في حدوث هذا الحمل؟ البويضة. وعشان كده اطلقنا عليها اللفظ المهم جدا اللي هو الملك. البويضة بتفكرني دايما باساس البيت، يعني لو الاساس البيت كويس هنبني. صحيح، مش مشكله. ايه الدور الاخير؟ يعني لو في مشاكل في الانابيب هنتعامل معاها، لو في مشاكل في الرحم هنحلها، لكن لو البويضه فيها مشاكل هي دي بتبقى الصعوبه. صحيح يعني. صحيح، كلام صحيح 100%. طيب عشان نفهم البويضه كويس برضو كده، عشان يبقى الكلام يعني مش غريب بالنسبه للساده المشاهدين شافونا اول مره النهارده، ما شوفش الحلقه اللي فاتت، عاوز اشوف مراحل تكوين البويضه، وعاوز اشوف البويضه الصغيره دي وهي بتكبر في مراحل معينه. وادي الصوره معانا اهي، واحد اتنين تلاتة اربعة، شايفين في دايرة عمالة تكبر. صورة اتنين كبرت اكتر، صورة تلاتة كبرت اكتر واكتر، صورة اربعة كبرت اكتر واكتر. طبعا هي صورة واحد بالنسبة لناس كتير مستطيل فاضي، بس دققت كده هتلاقي في دايرة صغيرة، دايرة صغيرة خالص. وفوجئنا بمفاجأة رهيبة الحلقة اللي فاتت وقعدنا نتكلم فيها كتير، اللي هي خلينا نشوف صورة اربعة لوحدها. صورة اربعة، عاوز اركز على صورة اربعة لوحدها. ايوه بالظبط كده، اكتشفنا في المفاجأة اللي احنا قلناها الحلقة اللي فاتت ان البويضة مش الدايرة الكبيرة اللي واخدة معظم الصورة، مش الدايرة اللي فيها نقط سودة، مش الدايرة البامبة دي البني الخفيف ده اللي فيها النقط السودة، لا مش الدايرة الكبيرة دي، ده البويضة هي الدايرة الصفرة الصغيرة اللي جوه. امال الدايرة الكبيرة اللي واخدة معظم الصورة دي يا دكتور ايمن، دي حاجة اسمها الحويصلة. وقلنا في فرق رهيب وبنأكد عليه برضو النهاردة، ان في فرق رهيب يا دكتور ايمن ما بين الحويصلة وما بين البويضة. الحويصلة هي مين، الكبيرة ولا الصغيرة يا دكتور ايمن؟ الحويصلة الكبيرة ولا الصغيرة اللي في النص؟ لا كبيرة. الكبير. والصغيرة اللي في النص هي مين؟ هي البويضة. البويضة. تمام؟ يبقى في فرق رهيب. تعال نشوف بالسونار، تعال نشوف صورة بالسونار. الصورة دي دايما بتفكرني بذكريات الهيستولوجي. ده سؤال مهم جدا لازم نمتحن فيه في تقريبا في الهيستولوجي. الهيستولوجي الصورة دي لازم ترسمها في الهيستولوجي سنة تانية فعلا. طيب الله الله الله، ايه ده، انا شايف بالسونار المبيض اللي هو الجزء اللي هو اوفال بيضاوي الشكل كده، لونه رمادي غامق شوية، وفي الجزء الرمادي الغامق شوية في منطقة لونها اسود، الدايرة لونها سودة. اللي انا شايفه بالصوره دكتور ايمن الدايره السوداء دي، هل هذه هي البويضه؟ لا طبعا. لا طبعا، دي مش البويضه. ده ايه ده؟ دي الحويصله. الحويصله. ايوه هايل. هايل. ده الصوره اللي على الشمال، ده الشكل بالظبط. لو احنا بصينا تحت الميكروسكوب هنلاقي المنظر عامل كده تحت الميكروسكوب شكل اربعه. اللي هي الحويصله الكبيره الصوره على الشمال، والبويضه هي فين؟ الصفره الصغيره اللي جوه الحويصله. لكن احنا بالسونار شايفين يا دكتور ايمن، شايفين دايره سودا كبير، دايره سودا كبيره دي مين؟ دي الحويصله. انا سؤالي يا دكتور ايمن، انا في السونار شايف البويضه اللي جوه الحويصله؟ لا لا خالص، انا مش شايف البويضه جوه الحويصله ولا بشوفها ولا بشوفها. ف
في السونار. في السونار. ولذلك احنا قلنا المره اللي فاتت لما دكتور يقول لواحده بويضتي كويسه يبقى بيضحك عليها. هو مش بيضحك عليها مش يعني بيقول لها جمله مش صحيحه 100%. تمام. اصل احنا عندنا في الطب في حاجات كتير قوي بتتقال للمرضى مش صحيح 100%، بس زي ما يقول جرى العرف انها تتقال كده، بس المريض بيستقبلها بطريقه خطا. ما هو ده المشكله، بلاش المريض، الحاله بتستقبلها بطريقه خطا. الدكتور، وهذا بقى السؤال المهم اللي احنا هنجاوب على جزء منه الحلقه دي وهنستكمل اجابته في الحلقات اللي جايه. العيانه بتشتكي بتقول انا رحت للدكتور واخدت منشطات للتبويض وتابعت معاه التبويض وكنت اروح ويقول لي البويضه حلوه وارجع تاني، اروح له بعد كام يوم يقول لي ده البويضه خرجت من المبيض، وارجع تاني ويقول لي التبويض كويس. التبويض ده اللي هو ايه؟ لان البويضه تكبر وتخرج من المبيض، ده اسمه تبويض. التبويض يعني البويضه تكبر وتخرج من المبيض. خلاص الدكتور طمني، العيانه بتقول كده، الحاله بتقول كده، الزوجه بتقول كده، الدكتور طمني ان كل حاجه كويسه، ليه ما بيحصلش حمل؟ ده الدكتور قال لي حلو ولا ايه؟ الدكتور قال لي بويضه حلو، ده البويضه حلوه. ما اقدرش يقول البويضه حلو، هو اقرب تعبير يقدر يقوله هو كده، بس هو مش صح 100% التعبير ده. احنا فهمنا جزء من الصح، لسه ما فهمناش الصح كله. ايه الجزء من الصح؟ عندما ارى بالسونار هذه الدوائر السوداء فهذه ليست البويضات، دي الحويصلات اللي من المفترض، لان انا مش عارف مش متاكد، من المفترض يكون جواها البويضات. البويضات اللي جواها دي بقى بويضات حلوه ولا بويضات وحشه؟ الله اعلم. انا ما اعرفش بالسونار، ما اقدرش اعرف. الحاجه الوحيده اللي انا اقدر اعرف بيها فعلا شكل البويضه ان انا اخش بابره واسحب اللي جوه الحويصله، السائل ده اللي جوه الحويصله، عشان ابص على البويضه اللي فيه. عارف بالظبط اللي هو كاني بالونه مليانه ميه فيها بليه، بالونه مليانه ميه في لعبه اطفال كده بليه. بالظبط كده. انا عملت ايه بقى؟ انا لما اجي اعمل سونار انا بشوف ايه؟ البليه اللي جوه؟ لا، انا بشوف البالونه اللي بره. طب هو ده اللي بشوفه. طب البليه اللي جوه انا عاوز اشوفها بالسونار؟ لا، ما تبانليش. طب نعمل ايه بقى؟ هات ابره ودخلها جوه البالونه دي واسحب الميه اللي فيها بالبليه الصغيره اللي جواها، وبص لي تحت الميكروسكوب. هتبان بالعين مجرد؟ لا، بص لي تحت الميكروسكوب، وساعتها اقدر اقول لك يا مدام البويضه بتاعتك كويسه ولا مش كويسه. هل ده شيء بيعمل يعني كوسيله تشخيصيه يعني؟ غير تشخيصيه. هل ده شيء بيتعمل تراديشنال يعني بتعمل احتياديا بالنسبه لكل الحالات، ولا ده لما نشك؟ لا، مش فاهم السؤال تاني. يعني مثلا كل حاله بتيجي بسحب انا الميه وبشوف البويضه تحت الميكروسكوب؟ لا 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 لا، ما زي ما قلت لحضرتك يعني، هل دي يعني زي ما انا توقعت السؤال يعني حضرتك تصوت تقول هل دي وسيله تشخيصيه؟ اي حد يخش يقول لي السلام عليكم، انا شفت السلام عليكم النبي شوف لنا بويضات المدام حلوه ولا مششه؟ اقول له طب استنى هات الابره نغزها جوه البالونه نطلع السائل اللي فيها ونبص لك تحت الميكروسكوب. تمام، بويضات المدام كويسه، او واحده تانية لا على فكره بويضات المدام ممششه. هو انت ما مفكرتش تعمل دراسه على الرجاله وتصرفهم تجاه زوجاتهم؟ هل بيتصرفوا بشكل فيه احتضان مدرسه في الحاجات دي؟ والله العظيم يوه خبرات بقى، وبتشوف في تعاملات كوميديه جدا جدا، جمل مقصوره وحاجات كده جدا 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 جدا. طيب تعالى نكمل الموضوع بتاعنا دكتور ايمن اللي هو الملكه. احنا اتفاجئنا بمفاجاه وبرضو اكدناها ان اللي احنا بنشوفه بالسونار ليست البويضات، دي الحويصلات اللي جواها البويضات، لكن البويضات لا تظهر الا لما نيجي نبص عليها تحت الميكروسكوب في الحقن المجهري. بس احنا مش هنعمل حقن مجهري، مين قال ان احنا نعمل حقن مجهري؟ احنا عاوزين الست تحمل من غير حقن مجهري. تمام، يبقى معنى كده طالما انا عاوز الست تحمل من غير ما اعمل لها حقن مجهري، يبقى انا اشتغل على، طالما انا مش في ايدي ان انا اطمن على البويضه. ما حضرتك سالتني سؤال قلت لي هو في اختبار نقدر نعمله عشان خاطر نطمن البويضه اللي جوه دي حلوه؟ قلت لك لا. يعني هتسحب البويضه تبص عليها بصوره روتينيه بكل الناس؟ لا ده انا مش هعمل الاجراء ده الا لو هعمل حقن مجهري، بس انا مش هعمل حقن مجهري، انا عاوز ست تعمل بعد ما شئت ربنا طبعا من غير حقن مجهري. يبقى انا اعمل ايه؟ يبقى الفكر ازاي؟ الفكر اني اعرف ايه هي الامراض او المواقف او الظروف اللي بتاثر على جوده البويضات بتخليها سيئه، وأعالج مين؟ أعالج الأمراض، أعالج المواقف، أعالج الظروف اللي احنا عارفين إن هي بتأثر على جودة البويضات.
وخصوصا الامراض دي ليها جوانب ظهور اخرى غير على البويضه. الله ينور عليك، بالظبط كده. يبقى هو ده الفكر، طالما انا مش في ايدي ان انا اشوف البويضه بعيني، يبقى انا الامراض والمواقف والاعراض والظروف اللي بتاثر على البويضه وتخلي جودتها مش حلوه، لا انا اشخصها الاول وبعد كده اعالجها، عشان لما اعالجها يبقى من المفترض تكون نوعيه البويضه، من المفترض انا لسه مش انا ما عرفت شكلها ايه، من المفترض انها تكون بويضه كويسه. في سؤال استاذ هنهوني صح ولا لا؟ لا انا ماشي معاك، بس انا في سؤال كبير بس عايز حلقات كبيره. تمام. ليه دايما بحس دلوقتي ان الموضه، ايوه الموضه، ان انا احاول كتير جدا مع الست انها تحمل حمل طبيعي قبل حقن الجهاز؟ لان دي نجاح رهيب جدا. وبعدين دي بقت موضه ولا ده؟ لا 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 مش موضه، علم. لا لا مش موضه، ده علم يا دكتور. علم هو اصل نجاح الحقن الجهاز اول ما طلع، وفي ناس كده دلوقتي ولحد دلوقتي او وواحده تبقى متجوزه بقالها كام شهر، مكملتش سنه بالعافيه، وابتدت بدايه غلط وخدت شويه منشطات للتبويض وتعبت وزهقت، قالت للدكتور انا زهقت اعمل لي حقن مكاري. الموضوع مش كده، لا طبعا الموضوع مش كده، لان في حاجه اسمها indications for IVF. IVF اللي هو اطفال انابيب والحقن المكاري ليها indications، يعني ليها شروط معينه، ليها دواعي معينه، مش كل الناس عملهم حقن مكاري كده على طول. ولما نكون مخلصين النيه ومتوقين على الله ان شاء الله ومتخذين بالاسباب ربنا هيكرم. هي في ميزه في الحمل العادي زي ما حضرتك قلت، هي مش موضه بقى، هي ميزه ان الحمل العادي ليه فرصه ان هو يحصل كل شهر، كل شهر، كل سايكل، كل سايكل، كل دور، كل شهر. لكن في الحقن المجاري هي اونلي وان تشانس، فرصه واحده. خلصت ما حصلش حمل خلاص شكرا، يبقى لازم عشان نحاول تاني يبقى لازم محاوله تانية. بس انا برضو يعني السؤال ده هخليك مش كده. معنى كده الحقن المجاري وحش لا، بس معنى الكلام ان مش كل الناس بقول لهم يلا خشوا على الحقن المجاري مباشره. السؤال ده انا هحوشه وخليه كده في زي ما بيقولوا في جعبتي، تمام، وفي يعني جرابي، تمام، لوقت محدد هسأله، لأن السؤال ده مهم جدا. تمام. لأن إيه اللي حصل؟ كان في فترة ما كله وإحنا بنفتخر وعندنا المركز 97% نجاح. لا وعندنا مفيش لا مفيش يعني لا كان كده، كانت الحرب بين الناس وبعضها والدعاية قائمة على استعراض نسب نجاح. ثم بعد كده الصوت بدأ يبقى عقلاني جدا وبدأنا ننفذ العلم. صح. ده الكلام ده يحصل على مستويات واسعة. تمام. الإجابة لسه أنا أكيد في حاجة داخليا حصلت. لا أنا يعني أنا في ضوء، لا مش عندك كده، لا ما أقصدش يعني في ضوء المعارفي أنا في ضوء يعني ما حسيتش بكده، بس أكيد حضرتك تحكم أحسن مني. حضرتك طبعا ما شاء الله حلقتك ما شاء الله قوية جدا وعارف كل الناس، فتقدر تقول فأنا يعني أصدق اللي حضرتك بتقوله يعني. دي قضية يعني لو هي فعلا كده يبقى دي قضية. دي قضية خليها كده في الجراب لغاية إيه وقتها، في ضوء يعني مجموعه الزملاء والاصدقاء اللي بنشتغل في هذا المجال. لا احنا فكرنا واحد وسياستنا واحده، ان مش اي واحده تيجي المركز نقول لها خش على الحقن المكاري على طول، لا في حالات عندها فرصه كويسه جدا جدا هتحمل من غير حقن مكاري. تمام. طيب البويضه، احنا اتفقنا دكتور ايمن، يبقى انا عشان اوصل ان نوعيه البويضه اللي جوه الحويصله حلوه، عشان انا مش هقدر اشوفها، مش هقدر اقول انها صح حلوه ولا لا، يبقى انا لازم اشخص وبالتالي اعالج الامراض اللي بتؤثر على جوده البويضات. المواقف هرمونات ولخبطتها، هرمونات ولخبطتها، عد معايا بقى. انا مش هقول هرمونات ولخبطتها لان حضرتك استاذ الهرمونات. ما انا لسه شارح البي سي او تكيس الموبايل، بس يعني هو يعني قبل الدنيا صعبه شويه. هرمونات الغده النخاميه اللي هم وفي معاهم هرمون برولاكتين، برولاكتين، تمام، هرمون اللبن، وفي الهرمون برضه غده نخاميه بيأثر على الغده، تي اس اتش، الغده الدرقيه، هرمونات الغده الدرقيه، تي اس اتش اللي بيأثر على الغده، هرمونات الغده الدرقيه شخصيا، هرمونات الذكوره بانواعها، تستوستيرون، تستوستيرون فري وتوتال واندروستنديون ودي اتش اي ودي اتش اي سلفيت، هرمونات كتير، هرمونات كتير. لو حصل خلل في واحد من الهيصه اللي انا قلتها دي، واحد اونلي وان، قول على البويضات يا رحمن الرحيم. حساسه قوي طبعا، جدا ملكه، جدا ملكة. جدا كين. جدا كوين جدا بس ملكه بجد، لا حقيقي، لا حقيقي فعلا. فعشان كده قصه الهرمونات دي قصه مهمه جدا وما ينفعش، وقلتها كتير والناس زهقت منها، بس هقولها احنا قلناها 1000 مره خليها 1001. ما ينفعش ان واحده عندها مشكله تاخر حمل اول حاجه تاخدها علاج منشطات للتبويض من غير ما نعرف مستوى الهرمونات اللي عندها ايه، لان لو في لخبطه، وغالبا في لخبطه، والا ما كانش عندها مشكله تاخر الحمل،
يبقى انا بالمناشطات الطويله اللي اديها لها هبوظ نوعيه البويضات اكتر واكتر ولخبط هرمونات اكتر واكتر. من اشهر صور لخبطه هرمونات تكيس المبايض اللي حضرتك قلت عليه. لا شرحته بشكل صعب. بشكل صعب جدا. لخبطه في الهرمونات نتج عنه البويضات ما بتخرجش من المبيض وعملت حويصلات صغيره على سطح المبيض. اقول تاني الجمله دي، لخبطه هرمونات نتج عنها ان البويضات ما بتخرجش من المبيض عملت حويصلات صغيره على سطح المبيض. وتعالى نشوف الصوره الجميله دي، الحويصلات الصغيره على سطح المبيض دي. قلت لك الصوره دي بتفكرني بايه؟ قرص التليفون. لا عجبني المثل ده جدا والله العظيم، من ساعه ما انت قلته لي اي حد لما بيجي المركز بيعمل السونار بيطلع المنظر ده، وشايف المنظر ده بيفكرك بايه؟ انت بتقول لك قرص التليفون. لا هي غريبه ما تعرفش، قال لها قرص التليفون. وانا في سري الله يبارك لك يا دكتور ايمن، سهلت المهم عليها. هو شبهه قوي قرص التليفون بتاع زمان. بتاع زمان. على جيل بتاعنا ده جميل قوي. يا سلام ما كان التليفون بيعلق بقى تقعد انت. انت حصلت تليفون الاسود؟ طبعا. طب كويس كويس. انا افتكرت ابتديت من الرمادي. لا لا انا ابتديت من الاسود. انا ابتديت من الاسود. بحب التليفون تقيل قوي يا راجل. انت تحطه وتنام فيه كده. تمام. طيب ده قرص التليفون. قرص التليفون ده تكيس. ده قصة. قصة تانية بقى غير الهرمونات وغير لخبطتها وغير تكيس المبايض، قصة تانية المرض المنتشر اللي اسمه البطانة المهاجرة، لما يظهر في المبيض على شكل كيس شوكولاتي ونشوفه مع بعض ونشوف الفرق ما بين كلمة كيس وتكيس. يا جماعة والله العظيم في فرق ما بين كلمة كيس وكلمة تكيس. الحرف التيه ده بيفرق السماء من العمى. ده حاجة وده حاجة، ده علاج وده علاج، ده مرض وده مرض. ده شايف دايرة واحدة كبيرة لونها رمادي كده جوه المبيض، ده اسمه الكيس الشوكولاتي للبطانة المهاجرة. ونحطها يا ريت جنب الصوره الثانيه اللي هي بتاعه تكيس المبايض، ونقول ان الاثنين تكيس المبايض ولخبطه الهرمونات اللي هو الصوره اللي على الشمال بيؤثر على نوعيه البويضات، واكياس الشوكولاته والبطانه المهاجره اللي هي الصوره على اليمين بتاثر على جوده البويضات. حلو. ودي نماذج لحاجات بتاثر على جوده البويضات. لخبطه هرمونات، تكيس مبايض، اكياس زي اكياس الشوكولاته، اورام اورام بس قليله الحمد لله مش منتشره قوي، طبيعه البويضات حاجه سيئه جدا جدا جدا. طبيعه البويضات سيئه لوحدها لوحدها من غير لا كيس ولا تكيس ولا كيس ولا تكيس ولا هرمونات ولا اورام ولا بطانه رحم مهاجره ولا الكلام ده كله. ربنا خالق البويضات بتاعتها فيها مشكله. الجينات الوراثيه المسؤوله عن تكوين البويضات، ما هو جين متشال على الكروموزوم اكس، جين مسؤول عن كروموزوم اكس. تمام. الجينات دي فيها مشكله بينتج عنها ان البويضات غير سليمه، ودي حاجه مهمه جدا. بيبقى يوم مش حلو خالص في حياتي لما اسحب بويضات لواحده 15 20 بويضه واخش اطمن على جوده البويضات، يقول ال 20 دول 10 جي في 5 ام تي زونا 5 ام تي كاملس. الله يا عيني عليك. يا عيني عليك. الله عليك. بيئة واخد بالك الكلام ده. الكلام ده معناته ايه؟ من الاخر مش دول بيلعبوا صور. لا غير ده خالص، غير بتوع ريال مدريد، بتوع 100 ريال، غير بتوع الصور انا قلتها دي نماذج لبويضات نوعيتها رديئه، نماذج لبويضات اساسا يتقال عليها مثلا بويضات فاضيه، نماذج لبويضات لا ينتج عنها لا يحدث بها حمل، لا حمل عادي ولا تلقيح صناعي ولا حقن مجاري ولا اي حاجه خالص من الحاجات دي. ده الست عملت حاجه ولا هي كده اتولدت؟ اتولدت كده. بص بقى دكتور ايمن، القصه دي ما بنحكمش عليها من مره واحده، يعني احنا مثلا قعدت الست تاخد منشطات وما حصلش حمل ومنظره وما حصلش حمل، طيب خلاص نخش على الحقن المجاري، اكتشفنا المفاجاه ساعه الحقن ان نوعيه البويضه بتاعتها غير سليمه رديئه. ما بنقولش لا خلاص هي كده الموضوع انتهى بويضات خلصت على كده، لا بنحاول تاني. عارف التبويض يا دكتور ايمن عامل بالظبط زي موسم الحصاد، الزرعه بتاعت الموسم ده. الزرعه بتاعت السنه دي حلوه بس ممكن جدا الزرعه بتاعت السنه اللي جايه وحشه بالنسبه للبويضات مش السنه دي. الزرعه بتاعت الشهر ده حلوه اللي هي البويضات بس الزرعه بتاعت الشهر اللي جاي، البويضات بتاعت الشهر اللي جاي وحشه. تمام. فعشان كده بنقول ان اي واحده اتسحب لها بويضات في الحقن المجهري وطلعت وحشه، لا المفروض واكيد طبعا ده اللي بيحصل الدكتور مش يقول لها شكرا خلاص انتهت الموضوع خلص بالنسبه لك، لا 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 مش شكرا، حاول حاول تاني وحاول تالت كمان. حاول تاني وتالت بعد ما تديها ادويه جايز تفرق في جوده البويضات، ادويه معينه مش منشطات ولا حاجه، ادويه معينه جايز تفرق في جوده البويضات. وحاول تاني وتالت بعد ما تغير نوعيه المنشطات بتاعه التبويض اللي انت
هتديها لها. الكلام ده في المطلق يعني اي واحده هتيجي لو سحبت لها النهارده بويضه طلعت وحشه ما اقولهاش انت لا في امل الشهر الجاي. هقول لها في ناس تمام ممكن ان انا لا اقول لهم لا 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 شكل الموضوع كده خطر ومش هننتظر الشهر الجاي. لا هحاول تاني وتالت احاول تمام احاول لان العلم يقول كده والخبره والتجربه بتقول كده. عارف بالظبط يعني مع الفرق في التشبيه عربيه بتشتغل على بنزين 95 فبركب لها بنزين 95 ما اشتغلتش نظريا المفروض 95 هو اللي يشتغل ما اشتغلتش اقوم احاول احط لها 92 اشتغلت الله 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 وده بيحصل بيحصل في البويضات حقنه معينه في التبويض ما بيحصلش في الحقيقه يعني مش هحط الست بنزين 95 اللي اقصده ان انا ممكن اديها دواء الست الزوجه دي محتاجه عشان التبويض عندها يتنشط يبقى كويس محتاجه نوع الحقن ده اديه لها مفروض تستجيب لي ما تستجيبش لي كويس ما تطلعش بيضات كويس اغير بروتوكول العلاج اللي هو المنشطات بتاعه التبويض تستجيب لي كويس. طب الست تبقى عارفه ان بويضه شكلها سليم شكلها كذا وبويضه غير سليمه شكلها كذا الست لا 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 صعب 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 تعال نشوف تعال نشوف دكتور ايمن شكل كده الصور دي بويضه حلوه خالص مدوره وجميله وحواليها قشره لطيفه شبه كوكب زحل ماشي اوكي تعال نشوف صوره ثانيه عطارد هي شبه عطارد تمام تعال نشوف بقى صورة تانية كده شايف النغبشة والحاجات الغريبة اللي موجودة على البويضة كده وفي حاجات غريبة كده خارجة منها وجواها تمام دي نموذج لبويضة غير سليم تعال نشوف حاجة تانية كده بص البويضة دي يا دكتور أيمن يعني إن شاء الله القشرة بتاعتها اللي بره القشرة بتاعتها اللي بره اللي هو عليها السهم الأسود سميكة تخين قوي لدرجة إن في حيوانات منوية في الأسهم الصغيرة شايفين الراس بتاعتها محشورة مش عارفة تعدي من القشرة بتاعت البويضة دي حاجة طبيعة البويضة كده بس دي مش فيش منها مشكلة أنا عندي المضمون القشرة دي مش مهم المضمون هو الأهم عارف القشرة لو تخينة حلو جميل جميل ده أنت مالكيش إلا إيه حقن مجهري طب لو بويضة مش سليمة نحاول مرة واثنين وثلاثة وعلى فكرة لما بنعمل البروتوكول العلاج ده غالبا بيبقى بيطلع بويضتين ثلاثة حلوين بنقدر ناخدهم دول انا في العادي متابع التبويض العاديه مبقاش عارف نوعيه البويضه ايه في الحقن المجهري انا ببقى عارف نوعيه البويضه نطلع 15 20 بويضه اخد منها الاثنين ثلاثه الكويسين اعمل بيهم عمليه الحقن وجايز تحمل وفي اثنين وتولد توأم ولد وبنت. وانا بشوف البويضات بيفكروني بحاجه البويضه تحس انها شبه الست يعني اشوف لها بويضه سليمه تحس انها شبه الست السليمه اللي هي الست عقليا وظاهريا وتصرفات كلها سليمه تلاقيها حتى ست طيبه تلاقيها هاديه ما اشوفها سليمه بس البويضه كده تلاقيها متزنه كده شوف بص جميله كده وتلاقيها واضحه وسهل الوصول الى قلبها تمام. وهي قلبها طيب وواضح وبتاع صحيح. الست البايظه قصدي البويضه البايظه بتفكرني بالست اللي دماغها بايظه تبص لها شكلها كده نكدي انحرافية الدماغ يعني دماغها ما تنفعش حاجة صح دي خالص صح ده حقيقي التالتة دي بقى في ستات أيوة. اللطاف جدا تحس ان الست حط حولها سياج من الحديد تمام. يصعب الاقتراب منها لكن تمام. لما تقترب منها وتدخل يعني تعدي هذا السياج من الحديد تدخل تلاقي قلب طيب وتلاقي حنية وتلاقي كل يا حاجة يا سيدي عليك ايه ده ايه الكلام الجميل ده الله يخليك دكتور كل شكر وتقدير ضيف العزيز والقيمة العلمية الكبيرة الأستاذ دكتور هشام الشاعر أستاذ أمراض النساء والتوليد وحقن المجاري والعقم الأستاذ بكلية الطب أصل يعني جامعة القاهرة استشاري جراحات المناظير وأطفال الأنبوب والحقن المجاري وعضو جمعية الأوروبية للخصوبة والعقم ورئيس مجلس إدارة مركز الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية. تبقى الأسئلة كثيرة ومعلقة منها ما يشبه زي ما بنقول دايما الأسئلة القوية أو بمعنى أصح الأسئلة ذات الطبيعة الخبيثة التي ربما سنحتفظ بها لوقت محدد. أهلا بك أهلا بك دكتور أيمن وي ويل بي باك أجين. أهلا بكم. الأمراض العصبية أو نيورولوجيكال ديزيز تختلف عن الأمراض النفسية دي شيء وده شيء تاني. الأمراض العصبية اللي هي نيورولوجيكال ديزيز هذه الأمراض منها مثلا مرض الباركنسونيزم ومنها أمراض تانية كتيرة منها مثلا مرض الشلل النصفي البارابليجيا أو الهيميبليجيا شلل نصفي الإيد والرجل. لكن خلينا أقول لكم أنه من أشهر الناس في العالم الذين أصيبوا بأمراض ربما كان لها كمان دور وبصمة في تاريخ العالم وفي تغيير تاريخ العالم هو الأولاني أو القصة الأولانية اللي هحكيها لكم ما غيرتش من تاريخ هو الشخص اللي أصيب نفسه هو نفسه لعب دور مهم جدا في تاريخ في المنطقة العربية هو طبعا توماس إدوارد. توماس إدوارد ده هو أحد الملقبين بأبو لورنسات العرب لورنس العرب الأشهر
وده ضابط مخابرات انجليزي من يعني قيل انه يهودي. وتوماس ادوارد هو اللي لعب دور كبير جدا في تفتيت المنطقة العربية، أصيب إصابة خطيرة جدا في وتوفى على أثرها أثناء قيادته، وهو كان مولع بقيادة الدراجات النارية وكان رايح في مكتب البريد في إكسفورد، وأصيب وقع من فوق الدراجة البخارية، وبسببه على فكرة أحد معجبين به أو المتابعين والمهووسين بتوماس إدوارد اخترع شيء يحمي راكب الدراجة البخارية لاحقا، وهو الخوزة المشهورة اللي كل الناس بتستخدمها. تاني أشهر واحد بدأ يمكن إصابته بقى أو مرضه لعب دور في تغيير فعلا طبيعة الكرة الأرضية وما حدث فيها، وهو هاري ترومان. هاري ترو لا ده هتلر أول هتلر زعيم النازي كان من المشهورين بأنهم أصيبوا بمرض باركنسون، ومحدش كان عارف يمكن كتير ان هتلر كان عنده الشلل الرعاش، المرض المشهور جدا، ويمكن باركنسون ديزيز او المرض الشلل الرعاش يمكن هو من ضمن الحاجات اللي اثرت على قراراته، لانه المرض دوت بسبب غالبا تصلب شرايين، وتصلب شرايين اكيد بيقلل دم الوصل للمخ فبيؤدي الى عصبيه مفرطه وقرارات قد تكون متسرعه. ثالث واحد مشهور جدا هو هاري ترومان. هاري ترومان طبعا هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب العالمية الثانية، وهو صاحب قرار قصف هيروشيما وناكازاكي بالقنبلة الذرية. طبعا كان عنده شلل، كان مريض بالشلل، وعلى فكرة كان مشهور جدا انه يعني كان شخصية قوية جدا، وكان كمان مشهور لما الاسطول الأمريكي اتضرب في من الطيران الياباني في بداية الحرب، وقالوا له ان احنا مش هنقدر نضرب اليابان، وقف وهو كان مشلول، وقف بدون مساعدة وضرب بايده على الترابيزة وقال جملته المشهورة ما تقولوليش انه في حاجة اسمها مستحيل. هاري ترومان يمكن غير العالم لما ألقى القنبلة الذرية على اليابان اللي بعديها استسلمت اليابان. مرض اخير مشهور او مريض اخير مشهور جدا يمكن هو اشهرهم الحقيقة، رغم ان هو ما اثرش في العالم كتير بمرضه لكن اثر العالم في العالم كتير وهو بصحته، محمد علي كلاي. محمد علي كلاي طبعا اصيب اشهر مصاب بالباركنسونيزم في العالم، مرض الباركنسونيزم، مرض شلل الرعاش، هذا المرض المشهور جدا، وايضا هذا الشهير اللي قال انا الملك I am the king محمد علي كلاي، لكن في الاخر لما اعتنق الاسلام محمد علي كلاي تواضع جدا وكان شخصيه متواضعه للغايه، وقال الكلام الذي يفيد بانه نادم على هذه الجمله، لكن محمد علي كلاي له شعبيه كبيره جدا على المستوى العربي وفي العالم كله. الحقيقه الامراض العقليه مهمه جدا، وامراض الغده النخاميه وامراض الفص الامامي في المخ هنتكلم عليها، وكلمه الجراحه الملاحيه هي كلمه الحقيقه طرحناها من فتره واللي طرحها ضيف عزيز عليا جدا، هو القيمه العلميه الكبيره صاحب التفرد الخاص في هذا المجال والبيونير في هذا المجال اللي هيكلمنا النهارده عن حاجات كثيره خاصه بامراض وعن حاجات كثيرة خاصة بأمراض المخ والأعصاب وخصوصا الجراحة الملاحية، هو القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير الأستاذ الدكتور يوسف الحميلي، أستاذ واستشاري جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري، الأستاذ بكلية طب جامعة القاهرة والمدير لمستشفى نيور سباين للجراحات المتخصصة، الاسم الكبير مصريا وعربيا وعالميا. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك يا دكتور أيمن. أهلا وسهلا. دول يعني أشهر ناس، وأنت اللي حكيت لي على فكرة الدكتور يوسف هو اللي حكى لي قصة إدوارد توماس إدوارد بالتفصيل، وقال لي حكاية الخوذة دي صح؟ ده صحيح. ده يعني الجراحة الملاحية يعني كلمة حضرتك طرحتها وشرحتها لنا بالتفصيل، بس اللي لغاية دلوقتي في ناس كتير مش فاهمها. الحقيقة اللي فكر في الجراحة الملاحية كان بيفكر ازاي هو بيمسك بندقية ويصطاد طائر او غزال او من على بعد بيطلع، ففكر ازاي لما يبقى عندنا اصابه في المخ ليه ما نعملش كده معاه؟ ليه ما نضربش الورم طلقه؟ ليه ما نصبش الاصابه في مقتل زي ما بنعمل بالرصاصه بالظبط؟ وده كان الـ 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 العالم ده كان قاعد بيفكر، وكان في محاضره عن الاوعيه الدمويه للمخ وجات له الفكره، وقعد يفكر في طريقه السهم والرصاصه وازاي يقدر يعمل حاجة اسمها جراحة ملاحية. وراح كان ليه صديق مهندس، قعد هو والمهندس صاحبه ده يفكروا الطبيب والمهندس ازاي المهندس يخترع آلة يقوم الطبيب من خلالها
عامل زي سهم يضربه في قلب الورم أو الإصابة اللي في المخ ويحقق بيه الهدف المطلوب، والاتنين مع بعض عملوا فريم أو حاجة كده بتركب على الدماغ زي الخوذة كده، تركب على الدماغ وتتثبت ومن خلالها يقوم داخل بأجهزة أو آلات جراحية يثبتها عليها، فيقوم قايز بالظبط الأبعاد وياخد صورة أشعة تصور الفريم ده على دماغ العيان وتديله أبعاد الفريم بالظبط من مخ الإنسان، ويقدر من خلالها يعمل الجراحة الملاحية. لما جات الأجهزة الحديثة واخترعت الأشعة المقطعية تطورت الجراحة الملاحية إلى شكل آخر اللي هو احنا بنستخدمه النهاردة، بقت ما بتعتمدش على فريم، بقى بقت حتى بقى ده الفريم اهو اللي هو التقليدي القديم النهاردة، يعني فريم دي بمعنى محيط او اطار. اطار ده اللي كان عامله الاكسل مهندس دكتور اسمه الاكسل. اتغير بقى فكرة الاكسل دلوقتي، ما بقتش مجرد ان انا بستخدم فريم وادخل من خلاله، لا ده انا بحط نقط زي الدبابيس كده على فروة المريض، والدبابيس دي بالانفراريد والالكتروماجنتيك ويفز دلوقتي حتى احدث من الانفراريد، اقدر اعرف مكانها، احدد بالظبط بعدها او قربها بالنسبه للمريض، ادخله داخل غرفه الاشعه، اخد صور، احط الصور دي ادمجها على الاشعه بتاعته اللي باين فيها الورم او الاصابه، وبالتالي بيشتغل الجراح وهو شغال جوه اوضه العمليات بيصمم العمليه بتاعته زي ما احنا شايفين كده، ويحدد الاهداف منها ويحدد هياخد ايه ويشيل ايه ويعمل ايه بالظبط. كل ده بيبقى مراقب تماما كاني بالظبط قاعد في عربيه وبشغل النافيجيتور بتاع العربيه دي، وبيحدد لي انا طالع النهارده من 6 اكتوبر عايز اروح مثلا نفرض مصر الجديده، هاخد ايه بقى؟ هاخد الطريق الدائري ولا هاخد كوبري 6 اكتوبر ولا هاخد ايه وطريق وسط البلد؟ كل طريق من دول عندي معلومات عن المرور فيه والزحمه والخريطة الجغرافية والبعد والقرب، كل ده من خلال الأقمار الصناعية. يبقى أنا وأنا قاعد في التاكسي بتاعي هقدر أعرف أروح المطار في خلال قد إيه وأقصر الطرق ليها وأبسطها إيه. نفس القصة، الجراح بيقدر وهو قاعد هيشيل الورم من قاع الجمجمة، يا ترى يدخله من فوق، يدخله من تحت، يدخل عن طريق الأنف، يدخل بالمنظار، يدخل بالميكروسكوب. الجراحة الملاحية بتدي كل المعلومات دي وهو شغال، ومش بس كده، بتدي المعلومات دي طبقا للورم اللي عند المريض، لان الورم ده اكيد زق حاجات، غير تركيبه معينه، غير التركيب الطبيعي للمخ، فبالتالي بيبقى عنده كل المعلومات دي يقدر يعمل العمليه. ما بقاش بقى المريض هيتعمل له العمليه ممكن تتعمل من فتحه طبيعيه عن طريق البق او الانف او العين حتى او الاذن او فتحه صغيره خلف الاذن، وادخل اشيل ورم كبير جدا من المخ واشيله بالكامل ما يبقاش باقي فيه اي حاجه تاني. ده في المخ، لكن في العمود الفقري بدانا نطبقها في العمود الفقري بقى لنا فتره طويله، وبنستخدمها في ازاي بقى؟ هنحط مسمار في فقره. المسمار ده واحنا بنحطه عارفين بنحطه فين بالظبط بالنسبه للفقره، وبنحطه في المكان اللي احنا عايزينه والمكان المحدد ليه دون ان يؤثر على الجهاز العصبي بتاع المريض او الحبل الشوكي. في مرضى كتير بيبقى عندهم التواءات او انحناءات او تغيرات في التركيب التشريحي للعمود الفقري، فبالتالي ما انتش هتدخل بالطريقه التقليديه في المكان اللي انت عارفه لان المكان اتغير، بتبقى محتاج الجراحه الملاحيه تقول لك لا انت هتخش بزاويه كذا، انت هتميل، وانت داخل بالمسمار في جهاز اشعه الاو ارم ده بيحدد لك انت داخل فين بالظبط، وبيحدد لك شكل الفقره وانت موقعك ايه من خلال الفقره، وداخل جوه الفقره ولا بعيد، وتخش بزاويه ايه وتطلع ازاي وتخرج ازاي. فبالتالي الموضوع بقى بيدينا مجال من الدقه العاليه التي لا تسمح بالايرور، الايرور اقل من نص بوينت او 5%. يعني نسبه الخطا يعني قد تكون معدومه، قد تصبح معدومه. وبالتالي انت بتدخل دي العمليه عمليه داخلين بقى بالمسمار اهو، داخلين في الفقرة، داخلين في جسم الفقرة، الصورة بتبين لنا احنا داخلين فين، كل ما بنتقدم جوه بتورينا احنا فين بالظبط من الجسم الفقرة، وعندنا كمان استحداث الجهاز ده كده بسلك اهو بيقيس لي بالظبط العصب ده لامس اجهزة عصبية ولا لا، المسمار ده بيلمس ولا لا، لو بيلمس هيديني اشارة
ان انا لامس عصب. فانا مش مسموح لما المريض يبقى عنده مشكله في العمود الفقري، عنده التواء، عنده تزحزح، عنده تقوس، عنده تحدب، ايا كان اللي عنده، هقدر ادخل بالمسمار بتاعي دون ان اكون في المكان الخطا. وبالتالي بقينا مش بس بدقه، دقه متناهيه، مش بس كمان دقه، لا ده احنا قصرنا وقت العمليه قوي، لان عشان كنت اعمل الكلام ده بالطرق التقليديه باخد وقت طويل جدا. النهارده وانا داخل في حاجه بتديني بالظبط بعد الاي دي اكوردنج للصوره اللي قدامي على الاشعه وللرسم اللي بيبينه لي بجهاز قياس العصب، فبالتالي ما فيش عندي مجال للخطا. عظيم جدا. انا عايز ارجع للمنطقه مهمه جدا، يعني في جراحات المخ والاعصاب، جراحات المخ نفسها واورام المخ. اورام المخ معظمها كانت يعني يقال انها مميته، يعني ما يجي حد يقول لك انا عنده ورم في المخ، ويمكن السينما المصريه لعبت تثبيتا للفكره دي في دماغ الناس كتير جدا. حبيبي دائما ولا تبكي يا حبيب العمر، فيلمين، ما هو ورم وفي المخ. المخ طبعا هو شيء خطير. ولا تبكي يا حبيب العمر تحديدا فيلم اتعمل تحت اشراف طبي، يعني اللي كتب السيناريو اساسا كان دكتور، هو اتصور في قسم جراحه المخ والاعصاب بالظبط في القصر العيني في السبع، وكانت قصه دكتور في القصر العيني تقريبا، استاذ تقريبا، بس ده الكلام ده في الستينات. الان جراحه المخ تختلف عن كده كتير طبعا، لان انت بتتكلم عن تطور كبير جدا في كل حاجه، وتطور يعني مش بدعي ان احنا اذكى ناس جراح المخ والاعصاب، طبعا لازم يبقوا اذكى ناس، لانه بيعمل عمليه شديدة الخطورة، شديدة الحساسية، في منتهى الدقة، بالتالي هيستخدم كل تولز اللي حواليه، مفيش حاجة ممكن نستفيد بيها اختراع العلم ما بنستفيدش بيها. النهاردة احنا بنستفيد من كل الفانتو والفيمتو ثانية اللي عملها الدكتور زويل، بتطبق عندنا في مجال المخ والأعصاب. شوف قد ايه ريفوليوشن، قد ايه تطور، بيستفيد من اي حاجة. فيه نهم شديد جدا لتطويع التكنولوجي، ليه؟ علشان نصل بان احنا نعمل العمليه الكبيره اللي هي الورم في المخ اللي التاريخ كان بيقول انه مميت، ولا زال لما بيتعامل بالطرق التقليديه بيبقى مميت. احنا النهارده بنعمل الورم ده، وقد تتعجب ان انا شخصيا اجريت جراحات استئصال اورام من المخ في مستشفى قصر العيني ببنج موضعي، والمريض بيتكلم، الورم كان على مركز الكلام، محتاج اعمل العمليه. استخدمت طبعا جهاز الجراحه الفريم بيزد استريوتاكسي، وساعدني كتير طبعا ان انا بستخدم هذا المجال من اللي هو الجراحه المجسمه او الجراحه الملاحيه. كان على مركز الكلام 44، فمحتاج ان المنطقه 44 محتاج ان المريض يقعد يتكلم معايا عشان وانا بشيل اشوف تاثير الشيل ده على الكلام قد ايه. النهارده بنعمل الكلام ده. طبعا ده استخدام المنظار الضوئي او المنظار الجراحي، ازاي بندخل على ورم داخل الغده النخاميه من الانف وبنشيل الورم اهو، بنقص الاغشيه المحيطه للورم، ودي اغشيه طبيعيه، وبنبدا نسحب الورم، بيتسحب اما بجهاز شافت زي ما احنا شايفين كده، او ببانش نشده ونقطعه جزيئات صغيره جدا ونستأصله. هنستأصل كل الورم اللي في الغدة النخامية دون أن نقترب حتى من الأعصاب المخية اللي خارجة من قاع المخ. ما بنأثرش طبعا على المخ بأي شيء، ما بنعملش أي لمس لأنسجة المخ الطبيعية. المريض ده مش هيطلع بقى نحطه في رعاية مركزة ويقعد على أنبوبة وأجهزة تنفس خالص. المريض ده بيطلع على الغرفة بتاعته، بيكلم أهله أول ما يفوق من البنج، بيبقى طبيعي، بعد يومين بالظبط بيغادر المستشفى وبيبقى بكامل صحته. لو دي ست وعندها ورم في الغدة النخامية، هيبقى عندها فرصة الإنجاب أعلى بكثير جدا من اللي اتعمل لها ورم بالجراحة العادية. ليه؟ لأن احنا ما أثرناش على المراكز الطبيعية اللي موجودة داخل المخ، وبالتالي حققنا الهدف اللي احنا عايزينه، مجراحة بسيطة جدا. بسيطة جدا. طبعا أورام الغدة النخامية أحيانا تكون أورام وظيفية، يعني أورام لها أعراض طبعا، وكتير من الحالات يعني بيبقى التعامل المشترك ما بيني وبين الدكتور يسري في الحكاية دي، لأنه بيشخص مثلا العملاقة أو مرض الأكروميجالي، وبنشخص الكوشنج ديزيز، مرض كوشنج، مرض ساعات في مرض في حالات نادرة من الكرومو اللي هو الشيهان سندروم، اللي هو ورم ضغط على الغدة النخامية بوظها كلها. صحيح. يعني دي حاجات برضو مهمة جدا.
طبعا هنا الغدة النخامية مكان قريب من حاجات مهمة طبعا. زي ايه؟ طبعا المهاد وتحت المهاد وجزع المخ طبعا اقوى اكتر حتة الغدة النخامية قريبة منها. دول المنطقتين دول مهمين جدا. والكازمة ما هي الكيازما جزء من الغده واصله ما بين الغده النخاميه الكيازما وصلت العصب اللي هي العصبين بتوع البصر بتبقى فوق وهي باينه هي فوق الغده النخاميه طبعا من الاماكن الشديده الحساسيه طبعا وفي معظم الحالات بنعمل العمليه في الغالب لان ده ورم حميد عشان بيبقى ضاغط على عصب العين ومؤثر على قوه الابصار واداء العين في مجال الابصار. العصب بمناسبه العصب العصب الخامس هذه الحلقة كترت؟ الحقيقة يمكن كترت لكن في تقدم قوي في علاجها. يعني النهاردة بنعمل العصب الخامس تردد حراري، التردد الحراري إبرة بمخدر موضعي بيدخل غرفة العمليات مخدر موضعي بعمل له إبرة ودي تردد حراري للعصب الخامس المريض بيخرج كويس جدا من غير ما يبقى عمل عملية. هي أعراضه إيه؟ آلام مبرحة. بتبقى آلام مبرحة في الوجه ممكن تبقى في منطقة الفك او في منطقه الخد او في منطقه العين او في الثلاثه. ده عمليه عزل للعصب الخامس بالمنظار. ازاي؟ فتحنا فتحه صغيره جدا دخلنا على الحجره الخلفيه للمخ عملنا حطينا ماده عازله تعزل العصب الخامس عن الشرايين المحيطه به. الشرايين الحمراء المحيطه دي النبض بتاعها كله ما بينبض بيؤثر في العصب يعمل فيه كهرباء زياده فبندخل نحط ماده عازله نبعد الشريان او نفصله عن العصب ونقوم حاطين ماده عازله تعزل الاثنين عن بعض علشان العصب ما يتاثرش بالنبض بتاع الشريان. وبالتالي اللي اخترع العمليه دي جراح ايطالي اسمه جانيتا واخترعه وعنده 29 سنه جانيت يعني ده على فكره برضو في محاوله لتفسير العصب الخامس. العصب الخامس حتى الان السبب بتاعه التالتات بتاعه مبهم النون. لا هم كانوا بيقولوا مبهم لكن اتضح جينات ادانا تفسير ان في شريان بيبقى لامس للعصب. لما بتعزل الشريان عن العصب وتحط ماده عازله في نسبه 95% من الحالات بيطلعوا كويسين جدا وما بيحتاجش اي حاجه تانية. لكن التردد الحراري بقى حل المشكله برمتها بحيث انه اصبح اول حاجه تعملها للعصب الخامس. لو فشلت الادويه في علاج العصب الخامس النهاردة لا نستخدم التردد الحراري لان ده ابرة بنج موضعي المريض بيروح بيته فمش عملية مهما كانت العملية سهلة ومهما كنا بنعملها بمهارة عالية لا يبقى نعمل التردد الحراري الاول تدي فرصة للمريض. لو فشل التردد الحراري لثلاث مرات متتالية يبقى هتضطر تعمل عملية عزل العصب بالطريقة دي. تمام. هوصل لمنطقة مهمة جدا هي منطقة الانيوريزم. احنا الحقيقة في رمضان عملنا موسوعة للانيوريزم اللي هو التمدد الشرياني وانا استمتعت بيها لما شفتها كمشاهد جدا لانها بتفيدني جدا في البطنة لانه التمدد الشرياني مرض في الاساس مشترك ما بين البطنة والجراحة. ده صحيح. ومرض له علاقة بالضغط له علاقة بالتوتر العصبي فده مرضنا. نرجع تاني للتمدد الشرياني. لماذا يحدث تمدد شرياني في كثير من الحالات وازاي اكتشف ان انا عندي تمدد شرياني؟ هو اكتشافه طبعا بيبقى صعب جدا الا لو في تاريخ عائلي حد عنده في عيلته جاله تمدد شرياني يبقى يفضل ان احنا نعمل اختبار او سكرين او تحديدا اشعه لكل افراد العائله. النهارده بنعمل الاشعه دي بالكمبيوتر ما بنحتاجش نعمل بصبغه ولا بابره ولا ولا. والجميل بقى ان احنا كمان بقينا بنستخدم اجهزه الاشعه زي قسطره القلب بالظبط بنعمل قسطره مخيه لغلق التمدد الشرياني. لكن لو ما قدرناش او لو فيه سبب يمنع ان احنا نستخدم القسطره المخيه هياتي دور الجراح وده مهم جدا جدا في حالات كتير جدا بنضطر ان احنا ندخل زي ما احنا شايفين دي عمليه بالمايكروسكوب انا داخل بعمل فيها غلق للتمدد الشرياني اللي هي كليبنج اللي هي تعتبر الـ العملية المهمة جدا والعملية الحيوية جدا بالنسبة لنا كجراحي مخ وأعصاب اللي هي بتبقى بتنقذ حياة مريض مفيش كلام هيجيله نزيف المخ هو اوريدي جاله نزيف في المخ وانت كمان بتقفل التمدد الشرياني ده اللي هيعمل نزيف تاني وهيؤثر على حياة المريض فبندخل بالمايكروسكوب
بنعزل الشريان عن باقي الشرايين او التمدد الشرياني عن باقي الشرايين وعن النزيف، وبنقوم غلقينه بالكلابنج او الحزام المعدني اللي بنحطه عليه ده، وبالتالي بتطلع المريض اول ما بيفوق تبدا تستخدم معاه بقى الادويه اللي تصلح من اندفاع الدم الى المخ، والمريض ده يبدا يبقى طبيعي تماما كأن لم يحدث اي شيء. طيب الحالة دي والعصب الخامس وأورام المخ الغدة النخامية وأورام مثلا المخ نفسه السيريبرال تيومر نفسها أورام المخ نفسها كلها عمليات، يعني احنا النهاردة كلنا بنتكلم على عمليات للمشاهد في الفكرة الأولى انها عمليات خطيرة جدا، يعني انا انطباعي في كل اللي احنا قلنا ده احنا بنتكلم على عملية خطيرة، مش انطباع انا، انطباع المشاهد كمان، هتقول له ورم في المخ، ورم في الغده النخاميه، عصب خامس هتدخل عليه، تمدد شرياني، كلها عمليات خطيره جدا. زمان كانت كتير من الناس عندهم يقول لك لا عمليه خطيره نعملها بره، حتى لو الدكتور يسري هنقول له تعال اعملها بره. يعني هل تفضل اجراء النوعيه دي من العمليات داخل مصر ولا خارج مصر؟ انت نفسك بتعمل بره وبتعمل جوه، تشتغل بره اوروبا وما شاء الله هنا طبعا، لكن ايه المقارنه؟ ايهما افضل؟ لا يعني بمنتهى الانصاف طبعا لو هنتكلم بانصاف لا هعمل عمليه بره. لو انا بتحط في منظومه وعندي الاختيار اعمل عمليه بره مصر ولا جوه مصر، انا كجراح احب اعملها بره قوي، لاني لما بشتغل بره طبعا في فرق كبير جدا في حاجه واحده فقط، التمريض والرعايه بعد العمليه. دي إجابة مفاجئة ليه؟ يعني احنا في فعلا في جاب كده كبير؟ لازم نعترف، لازم نبقى يعني نبقى واقعيين، لازم نصرح. وانا من الناس اللي عندي الحمد لله احب ان يبقى عندي مصداقية في شغلي في حاجة، ما انا اذا كان انا كجراح ماهر جدا انا لما بشتغل عملية زي دي بره ولما بشتغل عملية زي دي هنا في مصر الفرق بيبقى قد ايه؟ الفرق بيبقى كبير جدا في حاجة، في الاستريس عليا انا كجراح، الضغط العصبي. أنا بره بعمل العملية بتاعتي بعد ما بفك تعقيمي بروح بنسى العيان بتاعي لحد ما أجي أشوفه تاني يوم. في فريق تاني بيتابع، هنا في مصر أنا ببقى شايل هم العيان لحد 6 شهور بعد العملية. يعني مش خلينا نتكلم بواقع، يعني صحيح حاليا ده واقع مخيف. طبعا صحيح النهارده لما عملنا مستشفى زي نيورو سباين حطينا فيها كل الإمكانيات، عملنا وصلنا الى ان احنا نقدر نعمل حاجات كتير جدا ما كانش ينفع نعملها، وبنعملها بنفس الاسلوب والطريقه بره، لكن في الفاين تاتشز اللي هي ايه بقى، يعني ان انت تبقى شكل طعم التورته جميل جدا لكن شكل التورته مش زي شكل التورته بره، يعني في حاجات كده بتيجي منغصات، يعني اشهرها ايه؟ ان تمريض يعني يقول معلومه خاطئه للمريض لن تؤثر على شيء ولكن هو فاته، يعني بعض الاطباء الصغيرين عندنا ما حدش في المصريين ما يعرفش يفتي، ما حد يساله، حقيقه بتضايقني الحاجات دي. تخيل انت بتعمل نفس هي نفس التورته نفس الطعم الجميل بس الشكل بس، يعني طبعا انت الجمله المصريه المشهوره ما تعرفش شارع فلان فين قال لك فين. ده حقيقه. لكن بره لما بعمل عمليه انا ببقى مستريح جدا، عندي كونفيدنس في فريق كبير جدا ورايا، الكلام ده هنا انا بشيله على عاتقي ومضطر اشيله على عاتقي، املنا ان الدنيا تتغير. طيب في 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 في, في الطب الخاص، في الطب الخاص في المجال الخاص اوريدي اللي بيشتغلوا فيه سواء في ساتسفايد من ناحيه الفلوس، يعني بياخدوا فلوس كويسه، انا ما بتكلمش على المنظومه الصحيه المصريه لان في تقصير، في فلوس قليله في المستشفيات الحكوميه الاطباء. ايه اللي ناقصهم هنا وهنا؟ الحكومه لازم تقف جنب الطبيب الصغير ولازم تدي له حقوقه عشان يعرف يشتغل كويس، انا مقتنع بكده، وانا اعتقد ان الحكومه المصريه يعني الفتره الجايه هتعمل شغل في المجال ده، لكن انا بتكلم على الطب الخاص. لا ما فيش حاجه اسمها انه ما بياخدش حقه. انا ضد هذه الفكره تماما، كل واحد بيشتغل في حته بياخد حقه وحقه كويس جدا. بس هو الفكر والاسلوب، الناس بره اتعودوا ان هم يشتغلوا في منظومه كلها امانه من اولها لاخرها، ما اعرفش يكذب. لما رئيسه او يقول له ويدي له تعليمات بينفذها كما هي، لو عرف لو في خطوه ما عرفهاش
يقول ما اعرفش. انا نفسي يبقى عندنا كده. الموضوع مش صعب على فكرة، ده بسيط جدا، ان انا التزم بس باللي بيتقال لي، وابقى امين في نقل المعلومة، وابقى ادي الامانة اللي انا حملتها. لكن كمهارة جراحة عندنا جراحين في منتهى المهارة، احنا كجراحين بنسبق الجراحين العالميين. ما هيش فقاقة والله، هو مجهود، لان احنا اشتغلنا. دايما بقول احنا فرصتنا، الواحد كان بيشتغل في القصر العيني في الحوادث في اليوم 8-9 حالات، بره بيقعد اسبوع عشان يعمل حاله. يعني في فرق كبير في طبعاً. النهارده في فرق كبير جدا ما بين الجراح اللي في سني في اعرق المستشفيات العالميه وبيني في الاكسبيرينس. انا عملت كام ورم قد البرتقاله، وعملت كام ورم قد البطيخه، وعمل كام ورم لا بتفرق الحاجات دي. لكن في النهايه خالص برضو عايز اقول ان احنا الاجتهاد في كل شيء كويس، يعني من جد وجد. دايما احنا الحمد لله اجتهادنا ده اثمر فرق كبير عن زمان، وان شاء الله يبقى فيه فروق اكبر. كالعاده نورتنا، وكالعاده ابدعت، وكالعاده فتحت موضوع شائك للغايه، فاسمح لي ان احنا نكمله، لان انا عندي امل ان احنا نصلح هذه المنظومه ان شاء الله حتى من خلال الدكتور. نورت يا دكتور. متشكر. كل الشكر والتقدير للضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور يسر الحميلي، استاذ واستشاري جراحات المخ والاعصاب والعمود الفقري، طبعا الاستاذ بكليه الطب قصر عيني جامعه القاهره الاسم الكبير، ومدير مستشفى نيورو سباين للجراحات المتخصصه. اسم بيشرفنا تواجده دائما. وعلى فكره الدكتور يسري هو الان يعني واحد من اثنين الاقدم في التعامل الانترفيو معاهم، هو والدكتور سيد. الدكتور سيد الاخر يعني انتوا الاثنين اقدم ناس عملت معاكم انترفيوهات، وده شرف كبير لي. احنا اكتر. نورت يا دكتور. ربنا يخليك. وي ويل بي باك اجين. احييك. اهلا بكم. انا هقول لكم على حاجه بمنتهى الصراحه، يمكن تكون صادمه للكثيرين، لكن ده واقع للاسف يحدث الان كثيرا جدا وبدون ان ندري عنه شيئا. واقع ان حد يكون بيكلم حد فما ياخدش باله ان اللي فلان اللي بيتكلم يعني المتلقي الحديث نفسه مش عايز يكمل الحديث. يتهيألك يعني انا بكلم برضو المتحدث، يتهيأ للمتحدث انه المتلقي الحديث او المستمع مش منتبه، متعجرف، عايز ينهي الحديث لسبب او لاخر. يمكن المتحدث مش واخد باله انه هذا السبب يكمن في ان المتلقي مش مستسيغ شكل اسنان اللي قدامه. حتى المتلقي الحديث المستمع نفسه ممكن جدا ما يكونش دريان بالحكايه دي، ما يكونش واعي للمساله دي، فعقله الباطن هو شايف حاجه مش كويسه مش حلوه، او كمان رائحه مش كويسه. الاسنان المهمله شكلا تكون مهمله موضوعا، دي قاعده مهمه جدا، ومهمله موضوعا يعني معناها ان في بكتيريا، معناها ان في فرصه لظهور تسوس، وغير التسوس كمان ظهور رائحه غير كده. تعالوا نشوف مع بعض الفيلم ده. هذه هي الرائحه الجيده وغير الجيده. الغير جيده تدعو للانزعاج الشديد جدا، والمساله تكمن طبعا اسباب كثيره جدا للرائحه الغير جيده للفم. الجهاز الهضمي بيلعب دور مهم جدا، الاسنان بتلعب دور مهم جدا، التنفس على فكره بيلعب دور مهم جدا، القولون لو في مشاكل فيه بيلعب دور مهم جدا، كل ده بيلعب دور مهم جدا ورا رائحه غير جيده. لكن الاسنان انا في رايي تظل اللاعب الاعظم. في ناس كتير مش فاهمه قوي ان الاسنان ممكن يحصل فيها تسوس، يحصل فيها التهاب، يحصل فيها بوكتس او جيوب، او كل ده يطلع رائحه غير جيده. النظافه هي الحل، والرعايه هي الحل، والتعامل طبعا في ناس بتبقى ما عندهاش سنان اساسا، اللسان كمان التعامل معاه مهم جدا. تجميل الاسنان هو تجميل ليس فقط للشكل الجمالي زي ما احنا شايفين، ولكن ايضا للوظيفه يا جماعه. وتنبه لنقطه هامه للغايه، مفيش واحد سنانه هتكون وحشه وحد هيقول له انت سنانك وحشه، مفيش حد هتبقى سنانه وحشه ورائحه فمه كريهه طبقا لاسنانه الوحشه وحد هيقول له
الحقيقة دي محدش هيقوله خالص، ودي المشكلة. عشان كده يبقى شيء مهم جدا، القاعدة بتقول ايه؟ اذهب لتجميل أسنانك شكلا وموضوعا. حوارنا سيكون مثير للغاية مع قيمة علمية متميزة واسم لامع وحوار شيق مع الأستاذ الدكتور كريم إبراهيم. أهلا بيه. الأستاذ الدكتور كريم إبراهيم زميل الكلية الملكية لتجميل الأسنان لندن جامعة إدنبرا، استشاري التركيبات الثابتة لتجميل الأسنان، المدرب المعتمد ببرنامج الزمالة الدولي لتجميل الأسنان. اهلا بكم. اهلا بك دكتور. اهلا وسهلا بك دكتور ايمن. اللي انا قلته ده مهم قوي، التجميل ليس تجميل شكل ولكن تجميل شكل وظيفه. يعني زي ما قلنا قبل كده ان ثقافه الشعب عندنا اتغيرت وفهموا فكره ان الاسنان زي ما بتؤثر في الوظيفه ويقدر ياكل بيها، مهم جدا ان هو يبقى شكلها مناسب جدا لوضعه ويقدر يكمل بيها حياته بشكل مناسب يعني. انا عايز ابدا الاول بانه لكل طريق خطه ولكل زي ما بيقول مشكله بلان. البلان يعني ايه؟ يعني ايه الخطه العلاجيه؟ زي ما قلنا قبل كده ان احنا عندنا المركز بيتميز بصفات شويه مختلفه. احنا ماشيين بسيستم بريتش. السيستم البريتش حضرتك قبل كده في حلقه من الحلقات سالتني بيتميز بايه؟ قلت لك بيتميز بالتنظيم الشديد. يعني الانجليز دايما ناس منظمين قوي. انا من وجهه نظري دايما بيعلموا العالم النظام، يعني حتى في الحروب العالميه كانوا بيعلموا العالم النظام. فالنظام الشديد بيحط رولز معينه نشتغل بيها، بحيث فكرة ان الخطة العلاجية لازم تمر بخطوات معينة، منها مثلا تيكينج الهيستوري ازاي نقدر نتكلم مع المريض وتاخد منه المعلومات المطلوبة، بعد كده الدياجنوستيك تولز ازاي تقدر تشخص الديزيز اللي قدامك او المرض اللي قدامك وتحدد المشاكل بشكل رئيسي، وبعد كده تبتدي تجتمع بالاقسام اللي شخصت الديزيز ده وتبتدي تحط خطة علاجية كاملة تتشرح للمريض، المريض يبتدي يدينا اكسبتد كونفيرميشن عليها ان هو موافق على الخطه العلاجيه دي، تبتدي تشرح له التفاصيل بتاعت كل قسم هيعمل ايه، وفي النهايه بنوصل للنتيجه النهائيه. شكوى المريض بتاثر على الخطه العلاجيه؟ طبعا. لان احنا زي ما قلنا ان المريض دايما بيبقى جاي ممكن عنده مشاكل كتير، بس في مشكله بتؤرقه بشكل كبير. فبنسميها التشيف كومبلين او الشكوى الرئيسيه اللي لازم الطبيب يحط اول اعتبار او اول ستيب ان هو يحلله التشيف كومبلين الرئيسيه او المشكله الرئيسيه اللي عنده، وبعد كده يبتدي يتطرق لبقيه المشاكل اللي ممكن المريض بيغفل عنها او ما شافهاش قبل كده، ودي مهمه جدا. ازاي ايه الادوات اللي ممكن تستخدمها عشان توصل للمشكله الرئيسيه؟ لانه ساعات المريض ممكن جدا يكون عنده مشكله زي ما يقولوا قاعده الكارثه ومتغافل عنها، عمال يتكلم في بلاوي تانية موجودة أو مشاكل تانية موجودة وسايب قاعدة الكارثة. زي ما قلنا إن في حاجتين مهمين قوي لازم يتوفروا في أي مركز لطب الأسنان عشان يبدأ يشخص المرض صح. يعني هي فكرة إن أنت تحط خطة علاجية مظبوطة، إن أنت لازم تبقى فهمت الديزيز بشكل كامل. فتشخيص المرض بيعتمد على حاجتين: نوليدج، إن المعلومات عند الدكتور تبقى كافية إن هو يقدر ياخد هيستوري من المريض. يعني لو لخصناها الهيستوري بشكل بسيط، ميديكال هيستوري، الحالة الصحية بتاعت المريض هل هتؤثر على الخطة العلاجية اللي انت هتحطها او لا، او هي كانت السبب في الديزيز او لا، فتبتدي تاخد ميديكال هيستوري منه. دنتال هيستوري، التجارب مع دكاترة الاسنان قبل كده وهل هي مؤثرة ولا لا. وهنا نقطة مهمة جدا، فكرة الدنتال هيستوري، ان ساعات بيبقى مريض مر بباد دنتال هيستوري زي ما شرحنا قبل كده، بس ممكن فيها المقصود بكلمه دنتال هيستوري اللي الناس برضو بتفكر فيها تاريخ اسنان. يعني ايه تاريخ اسنان؟ تاريخ الاسنان يعني انا مريت بتجارب او رحت لدكتور الاسنان قبل كده ومريت بتجارب، فلازم الطبيب اللي قاعد معايا دلوقتي يستفيد منها. يعني ما يبتديش معايا از نيو ستيب قبل ما يعرف ايه اللي انا عملته قبل كده، فهل ده اثر عليا ولا لا. يعني في مريض عنده دنتال فيرز، عنده تخوفات من طبيب الاسنان نتيجه تجارب، فلازم انا احافظ ان انا ما اكررش التخوفات دي تاني. زائد ان لو المريض عامل تجميل او عامل بريدج او عامل تركيبه وفيها مشكله، فانا لازم اعرف المشكله حصلت ليه عشان اقدر اوضح له ان احنا هنعالج المشكله دي ازاي او هنعدل الوضع ازاي. فالدنتال هيستوري او فكره التجارب بتاعه المريض قبل كده مهم جدا ان هي تبقى محطوطه في الحسبان. ده بالنسبه لي التاريخ. مظبوط التاريخ.
طيب بالنسبة للواقع الآن، إيه بقى المعلومات اللي لازم نرتبها؟ دور الأشعة والتكنولوجيا بتاعت الأشعة اللي تدرجت دلوقتي بقت كبيرة قوي، زي ما قلنا دكتور إن المنبر هنا بقى ليه مكانة كبيرة عند الناس، ابتدوا يثقوا في كلامنا بشكل كبير، واحنا ابتدينا نساهم في تغيير الثقافة بشكل كبير. جات لي اتصالات من بره مصر من أعمدة لكليات ورؤساء لأقسام الأشعة بيشكرونا على المعلومة اللي قلناها على الاكس راي، وان ازاي يبقى فيها تدرج، وازاي ان احنا نستخدم كل أشعة في مكانها الصحيح بدون استخدام لحاجة على حاجة. فالأشعة عندنا بتتدرج، الدياجنوستيك تولز، كل التكنولوجي اللي نقدر نشخص بيها حالات المرض، لدرجة ان احنا بقى عندنا أجهزة بنقدر نعرف مدى التسوس وصل لحد فين، نعمل بعض الأشعات عشان نعرف كل حاجة في الديزيزز نفسها المرحلة بتاعتها وصلت لحد فين. يعني مش هتكفي ان احنا شخصنا للمريض ده ان انت عندك مشكلة، بس مرحلة المشكلة دي فين؟ يعني هل انا مرحلة متأخرة، ولا هل انا لسه في بداية المرض او بداية التسوس او فالدياجنوستيك تولز او الاكس رايز وما شابهها من كل الحاجات اللي بنستخدمها في التشخيص من اهم الحاجات اللي نقدر نستخدمها بتدرج عشان تفيد المريض. طب احنا عايزين نعمل بقى الكلام الحلو والمقدمة الجميلة دي على كيسز، على الحالات. yes. نطبق الكلام كله على الحالات، لانه ما فيش اجمل من الكلينيكال او yes. العملي. دايما العملي هو yes. يعني اللي بيقولوا زي ما بيقول كده الكارت الكسبان في الحوار. فكارت الكسبان في حوارنا النهارده حالتين. yes. حالتين مزبوط. احنا بنتكلم على الكيس عشان ندي واقعيه ونعيش الناس معانا في قصه، كل حلقه يبتدوا يستمتعوا بيها ويشوفوا بدانا منين ووصلنا لفين. لو ابتدينا بالكيس الاولانيه، المريضه دي كانت جاية بتعاني من كراودينج، يعني هي حاسة ان دايما اسناني متداخلة مع بعض، مفيش كل سنة مش واخدة المكان المظبوط بتاعها، رصة الاسنان مش مظبوطة، فكان بيؤثر عليها شكليا اكتر منه فانكشن. يعني هي مش بتتضايق قوي من الوظيفة، بتقدر تاكل بشكل كويس، الوضع عندها كان ظريف جدا، لكن كانت عندها المشكلة التجميلية او شكل الاسنان ما كانش عاجبها، كان الوضع ما بيرضيش طموحاتها ابدا. فابتدينا يعني اول خطوه في الكراودنج دايما ان احنا بنريفير لقسم التقويم عندنا في المركز. يعني احقاقا للحق احنا عرضنا عليها فكره الاورثو او فكره ان هي تحط بريسز عشان تعيد تنظيم الاسنان بشكل كامل، لان ده فعلا هو الفيرست تريتمنت اوبشن او افضل حل بدون التدخل كتير على الاسنان. المريضه رفضت الحل الاولاني، وزي ما بنقول ان من حق المريض ان احنا نعرض عليه كذا حل ويرفض حل ويطلب مننا ان احنا نديله اوبشن. ليه رفضت الحل؟ رفضت الأورثو لانه ما يناسبش اللايف ستايل بتاعها. يعني التقويم او قسم التقويم بيتطلب زيارات متتابعه، بيتطلب اهتمام من المريض، بيتطلب ان هو يبقى قريب دايما ويجي يزور القسم عشان يبتدي يتتبع التقويم، لان التقويم مثلا في حالتها كان هياخد سنه ونص من المتابعه في تعديل الاسنان. هي مش صبوره واعترفت بكده، يعني ان هو حل ما يناسبش اللايف ستايل بتاعي. فابتدينا نتكلم في حل تاني او السكند تريتمنت اوبشن، فكان التجميل. ان احنا هنبتدي نعيد شكل الاسنان ده، طبعا بعد ما يعني ما خلصنا الحاله، فابتدينا نتكلم معاها ان احنا ازاي نعيد شكل الاسنان ونوصله للصوره دي بتجميل الاسنان بالتركيبات الثابته بالاضافه الى القشور. مع ان احنا كان عندنا ديس ادفانتج واحده في الخطه دي، ان احنا هنخلع سن صغير. يعني في وسط كل الكراودنج ده كنا محتاجين ان احنا نخلع سنه اسمها اللاترال، دي كانت في اللور ارش، كنا محتاجين ان احنا نخلع السنه دي. فاعاده تنظيم الاسنان وتغيير شكلها وتغيير الديزاين بتاعها واللون بتاعها كان بيتطلب مننا ان احنا نفهم المريضه ان الحل ده هو السكند تريتمنت بعد ما رفضتي حل التقويم. وطبعا وفر لها في الوقت كتير جدا، لان الحل التجميلي والتركيبات الثابته ما خدش مننا اكتر من 10 ايام. كان مهم قوي ان احنا نشرح لها التفاصيل دي وتكتسب ثقه معانا عشان نقدر نوصل بيها للشكل ده. طبعا ايه اهم خطوه اتخذت في حالتها؟ اهم خطوه كانت التراي ان،
اللي هي بنسميها الموكب او التراين، اللي هي مرحله التجربه. لان هي كانت متخوفه جدا من الشكل النهائي زي ما اتفقنا، دي التشيف كومبلين الرئيسيه، مشكلتها الرئيسيه شكليه. فلو ما حلتش المشكله الشكليه، وبالذات ان كان عندنا ناب تحت بيمثل لنا خطوره كبيره، شكله دراكولا شيب شويه تحت، ده دراكولا تحتاني يس، وده الحمد لله ما خلعناهوش يعني، ده اتجهز مع التجميل. فكانت المهمة الرئيسية ان هي تفهم فكرة التجربة وتعدل معانا فيها، وفعلا عدلت بعض الحاجات في مرحلة الموكب او التراين، وبعد كده قدرنا نوصل لشكل كان جميل. يعني الحالة التانية انا اصريت ان احنا نعرضها لان كان في اعتراض من فريق العمل عندي كله على الحالة دي. يعني اختلفنا كتير فيها واتكلمنا لدرجة ان انا في الاخر خدت قرار التريتمنت بلان على مسؤوليتي الشخصية. كانت اصعب كلاس 2 كانت الاسنان الامامية ظاهرة عن الاسنان الخلفية أوي. اكتر أوي. شوف بص يا ففي الحالة دي كنا بنتكلم على فكرة ان احنا لو حطينا لامينتس، حطينا قشور وحطينا كراونز، دي حاجة في غاية الخطورة، بالذات ان هي برضو رفضت التقويم. يعني فكرة رفض التقويم برضو لان كان الوقت ما يسمحش، ان هي كانت داخلة على جوب جديدة وكانت عايزة تظهر بشكل جميل وتحل مشكلة التو سنترالز كمان اللي هم خارجين خالص البروترودد لبرة تماما. ففي الحالة دي كان فريق العمل عندي كله بأقسامه متخوفين من فكرة ان احنا لو حطينا فوليومز او حطينا تجميل هيظهر الكلاستو اكتر كمان، هيظهر البروز الجابت بتاع الفك العلوي او السنان العلوي في غاية الخطورة. صح. وبالذات التو سنترالز دول هي ما كانش عندها اوبشن هي تخلعهم، فاحترمنا ده جدا. وفي نفس الوقت كانت عايزة تحل مشكلته. فابتدينا نجهز ونشتغل على ديزاين اللامينتس ان يحصل بريباريشنز خفيفه خالص على الاسنان، ونستخدم ارفع لامينتس اللي احنا قلنا سمكها 0.2 من الملي، يعني لو مسكنا الملي وقسمناها هناخد 2/10 من الملي، حاجه رفيعه جدا الاسنان. بالظبط، ما تسمحش بالفوليوم ده. واستخدمنا تو كراونز، يعني استخدمنا طربوشين على السنتين الاماميين عشان نقدر نعمل بريباريشن فيهم ونجهزهم وننزل بيهم بالشكل ده. دي اسنانها بعد يس. فدي كانت من اجمل الحالات اللي انا حسيت بانتصار شخصي ان احنا قدرنا نساعدها ونوصل بالتريتمنت بلان دي للوضع ده. فكان من الحالات اللي انا مبسوط منها جدا. يوم الاستلام بتاعت البيشن دي يعني احتفلنا احتفال صغير عندنا في الكلينيك بفريق العمل وهي موجوده، حسينا ان احنا مبسوطين قوي ان احنا نقدر نوصل بيها للشكل ده. فاجئتنا بكلمه بعد يوم الاستلام بيومين لما جت تعمل فولو اب اسعدتنا جدا، وقلما بيقولها مريض الاسنان قالت لنا انا في حروف رجعت، انا ما كنتش بعرف اقول السين، الحروف رجعت، مع ان احنا متعودين العكس دايما ان المريض يقول لنا ان في حروف راحت واحنا نقول له ان مع الوقت الحروف بتاعت ساعات السين بتتاثر شويه مع اللامينت. العكس اللي حصل، قالت لنا بعد ما ظبطنا التو سنترلز ورجعناهم لمكانهم قالت لنا في حروف رجعت عندي، ابتديت انطق حروف صح. هو كان لازم ان انت تحضر السنتين الاماميين وتعملهم كراون، كان لازم، كان مهم جدا. وحتى بعد التحضير احنا كنا قلقانين من النتائج يعني كنا قلقانين جدا ان احنا بعد التحضير ده برضو ما نوصلش للنتيجه اللي احنا طالبينها، واستعدنا يعني قعدنا مع قسم التقويم واتكلمنا معاه طب كيفيه اقناعها ان هي ترجع للتقويم تاني. وفي الاخر انا خدت قرار التريتمنت بلان على مسؤوليتي، والحمد لله وصلنا لنتيجه عظيمه جدا. اللثه كانت عندها مش محتاجه اي تدخل؟ لا كانت محتاجه، بس احنا اجلنا ده شويه لحد ما نحل التشيف كومبلين الرئيسيه او المشكله الرئيسيه اللي كانت جايه بيها. كان عندها حاجه اسمها نعملها بيلينج او تقشير للثه بالليزر عشان نضيع الصبغات السوداء اللي موجوده فيها. طيب مين الجهد يعني ده جهد فريق عمل يس. ده بقى اللي احنا دايما من دلوقتي بنرسخ فكرته انه الاسنان ما بقتش اداء رجل الواحد ولكن اداء فريق عمل متكامل. يس. مين الفريق اللي لعب دور كبير في الموضوع ده؟ احنا يعني زي ما قلنا ان احنا عندنا 11 قسم يا دكتور من اقسام طب الاسنان، كلهم بيتعاونوا في الاخر وكلهم متخصصين. وزي ما قلنا ان الشهادات الكبيره، يعني انا بفتخر دايما بشهاده الزماله لانها شهاده شامله بتسمح لي ان انا اقدر اتكلم مع المتخصصين دول، لان المتخصصين دول الاجتماع بيهم في غايه الخطوره. يعني لما تبقى قاعد قدام قامات كبيره
كل واحد فيهم متميز جدا في النقطة بتاعته وبتحط خطة علاجية لازم يبقى معاك مش مجرد كورس أو جمعية صغيرة أو حاجة صغيرة، لا لازم يبقى معاك شهادة كاملة كبيرة تقدر تناقش بيها الأقسام وتقدر تاخد قرارات في وقت معين بتعارض بين الأقسام دي. فتيم الريستوراتيف أو التيم التعويضي والتجميلي كان هو البطل بالنسبة للحاله دي. يعني لو قسمناهم كده نيمز، تيم العلاج اللاسلبيريو، الفريق العمل بتاع حشو العصب تدخل معنا في السنتين البروترودد دول وعمل لهم حشو عصب عشان نقدر ندخلهم لجوه، التجميل ودكتور باكري تدخل معنا في اختيار نوع الكراونز اللي هيليق مع القشور عشان يدوا في الاخر شكل هارموني، لان قشره جنب كراون زي ما قررنا مش سهل ان انت تقدر تديهم نفس الشكل الا لو انت متخصص قوي عشان يبان الناتشراليتي يس بتاعتهم. فاشتغلنا على ده، ولما استلمت طلب تغيير بسيط في طول التو سنترالز غيرناهم وفي الاخر وصلنا الحمد لله للنتيجه دي. لما بتقعد مع نفسك بالليل بتتمنى ايه في مرضى الاسنان في مصر؟ انت اشتغلت هنا واشتغلت في بريطانيا، اكيد هناك دايما اللي بيشتغل، مثلا انا اشتغلت في ادنبرا يعني yes. دايما بيبقى في كومباريزون في احلام معينه ما بين ان انت شفته واللي انت بتعيشه وانت هتكمله خلاص، ما انت احنا سنعيش بقيه حياتنا كلها في مصر ان شاء الله يعني. والله بتمنى، وده مش للمرضى بس، للمرضى والدكاتره، ان تبقى فعلا في علاقه طبيه قائمه على الثقه بين المريض والدكتور. يعني بفرح جدا، يعني مثلا الكيس اللي هي اللي اشتغلنا فيها في الاخر كان اهم ميزه فيها واحنا مبسوطين او احنا بنشتغل السعاده والثقه اللي هي مديها لنا. يعني البيشنت دي رغم خطوره الكيس وانا كنت بشرحها لها ان احنا عندنا قلق من النتائج، كانت بتقول لي دكتور انا واثقه فيكوا جدا، يعني خدوا الخطوه وانا واثقه فيكوا. فحاله الثقه دي هي اكتر حاجه بتمناها بين الدكتور والمريض. والصراحه المسؤول عنها الاثنين، يعني المريض سائم في حاله عدم الثقه اللي كانت موجوده في فتره، والدكتور للاسف برضه ساهمه شويه في حاله عدم الثقه. فرجوع ثقه تاني بين المرضى المصريين والدكاتره المصريين، وان هم يسافروش بره عشان يعملوا اسنانهم ويثقوا ان هنا في قامات تقدر تعالج لهم اسنانهم، من اهم الحاجات اللي انا بحلم بيها طبعا. التكنولوجيا خدمتك؟ طبعا خدمت التكنولوجيا، مع اني ببقى حذر جدا في الكلام عن التكنولوجيا عشان ما نضخمش دورها، بس الوقت طبعا ساعدنا بشكل كبير، اختيار الالوان التكنولوجي بتتدخل فيها بشكل كبير، اختيار الماتيريالز والريسنت ماتيريالز السيراميكس نستفيد بيها بشكل كبير، من الحاجات اللي انا دايما طبعا ما يقدرش نغفل دور التكنولوجيا مهم جدا طبعا. انا بسعد جدا بزيارتك وبالحوار معاك، حوار علمي جدا وفعلا انت يعني مناسب جدا للمدرسه البريطانيه، والمدرسه البريطانيه مناسبه ليك، يعني في ماتشنج حصل بين البرسوناليتي وبين الدراسه، ودي اهم حاجه. يعني يمكن في ناس كتير ممكن تدرس مدارس او تشتغل مع مدارس معينه هي ما تناسبش الشخصيات، لكن انت حصل ماتشنج رائع، وانت بتطبق الماتشنج ده بشكل جيد جدا جدا. فانا بسعد بهذه الزياره وننتظر حوارات اكثر اثاره، ولو ان دي اثاره رائعه جدا هند، ونها من الحالات الجميله جدا اللي تحتاج ان احنا نقف امام برضه هي امبوسيبل كيس. انا شفت الحالتين، الحاله الثانيه بالذات تبان انها امبوسيبل كيس، تبان انها حاله مستحيل اصلاحها، وسنان سناني بايظه، لا ما شاء الله بقت سنان هوليوديه الشكل. ضيفي العزيز القيمه العلميه المتميز الاستاذ الدكتور كريم ابراهيم، زميل الكليه الملكيه لتجميل الاسنان بلندن بجامعه ادنبرا، واستشاري تركيبات ثابته لتجميل الاسنان، والمدرب المعتمد ببرنامج الزماله الدولي لتجميل الاسنان، وطبعا رئيس مجلس اداره المركز البريطاني، الاسم المتميز واداء متميز للغايه. لكن يبقى شيء، إذا لم تتنبه أنه جمال سنانك ووظيفيا وشكليا لن يستطيع أن يعرفهم ويعيدهم لحالتهم الطبيعية إلا أنت، ولن يقول لك أحد سنانك شكلها وحش أو رائحة فمك وحشة، دي قاعدة قد لا يتنبه لها البعض. تنبهوا ليها وأصلحوها شكلا وموضوعا، لأنه الأسنان فعلا فتحت خير على الناس كتير قوي. خليكوا دايما مع الناس الحلوة، وخليكم دائما مع دكتور. اهلا بكم. السمنه عند الست اكثر قسوه منها عند الرجل، وان كان ما عادش في فرق كبير في القسوه، لكن انت بتكلم واحده راس حياتها راس مال حياتها هي انها تحس بانوثتها. فين الانوثه مع السمنه؟ فين الانوثه وفين مفاتن الست
في وجود كتل دهنية وشحوم في كل مكان. هحكي لكم قصة مهمة جدا لامرأة تهزم السمنة، هي اسمها بروك برمنغهام. بروك عندها 28 سنة وعندها إرادة غير عادية، وقررت إنها هي جميلة. يعني قبل ما نشوف صورها بعد، ما تجيبوليش دلوقتي الصور بعد، خلينا بس نبص كده لهذه المرأة ونتمعن فيها. هل هذه امرأة جميلة أم لا؟ لا، هي امرأة جميلة. طب عرفت منين؟ إحساسي. تقول لي إحساسك؟ يعني إيه إحساسي؟ آه، لو أنا النظر لوشها هنلاقي إنها امرأة تمتلك وش متناسق في ملامح جمال، لكن السمنة مضيعة كل الإحساس ده. هي مفيش امرأة هتفتخر بإيدين بهذا الشكل أو بخصر بهذا الشكل. فكان القرار إن هي لازم تخس، لازم تخس، وفقدت 80 كيلو من وزنها. بدأت بقى هي دي بقى، تخيلوا إنه هذه هي بروك برمنغهام الأولى. طبعا مرت بمراحل، يعني المرحلة اللي على الشمال دي مرحلة، ثم مرحلة على اليمين اللي هي المرحلة النهائية، فتحولت إلى فتاة شديدة الجمال والجاذبية وبكل مكونات الجاذبية اللي ممكن بنت تعرفها. هو ده الفرق بقى. لو بصينا للصور دي يا جماعة نجد بالنا، ناخد بالنا من حاجة مهمة جدا، إنه الست أو البنت لما بيكون عندها سمنة أولا بتبان أكبر من سنها على الأقل ب15 سنة. ثانيا ابتسامة وكل حاجة، ولكن وضعية الإيد في الوسط وضعية وهمية. هي متخيلة إنها لما تحط إيدها كده هي حط إيدها في وسطها، لكن هي ما عندهاش وسط أساسا في الصورة على الشمال، لكن في الصورة على اليمين عندها وسط، ووسط كويس جدا كمان. ده رشاقة يعني رشاقة لكن الست بتتمنى إن هي تكون عندها نفس درجة الرشاقة، بتحاول تلبس زي ما هي عايزة، لكن في الآخر بتلبس جنس، لكن جنس مين؟ ده جنس معمول مخصوص لهذا الوزن اللي هو 180 كيلو. النهاردة بقت بروك برمنغهام ملهمة للكثير من البنات التي تعاني أو اللواتي يعانين من سمنة مفرطة. النهاردة حوار مثير للغاية مع ضيف العزيز الأستاذ الدكتور أسامة فؤاد. اهلا بك دكتور اسامه. اهلا وسهلا بحضرتك، نورنا. وطبعا بتنور الدكتور وكالعاده بتسري هذا الحوار. ده شرف عظيم، ثراء كبير. ولكن خليني اسالك، لو احنا النهارده عملنا مناظره تشبه مناظره الاربعاء بتاع الاستاذ ابراهيم عيسى الاستاذ المتميز، ولكن خلينا اقول ان هذه المناظره بين تكميم المعده وتحويل البصر، والمناظره سيكون فيها رايين دائما، وخليني انا دائما الراي الذي يهاجم وانت الراي الذي توضح. ليه المناظره؟ يعني انا في ناس كتير دلوقتي تقول لك انا خلاص استقريت هعمل جراحه، خلاص انا مستوعب جدا، انا عايز ابقى زي برمنغهام او عايز ابقى زي اي حد انتوا بتعرضوه، ولكن انا عندي صراع ومعركه دائره في دماغي، هل اعمل تكميم معده ولا تحويل مسار؟ لماذا اصبح هذا الصراع وانتقلنا من مرحله صراع ان انا لازم اعمل عمليه جراحيه الى صراع اخر وانا هعمل ايه اساسا؟ عظيم. هو المشكله دلوقتي زي احنا قلنا قبل كده ان ساعات العيان بيبقى في جزء على المريض وفي جزء على الطبيب. المريض ساعات بياخد القرار ومعتقد ان هو يعني بيقارن بين حاجتين، فهو عنده القدره على الاختيار. وساعات الجراح نفسه بقى مغرض، يعني هو جراح ما بيعرفش يشتغل غير عمليه واحده، سواء كانت حزام او سواء كانت تكميم او كذا، فتلاقيه دايما بيدايركت العيان او بيوجهه، يقعد بقى يحسسه ان العمليه دي احسن عمليه في الدنيا. الجراح دايما عشان نعرف الجراح الشاطر الكويس، هو الجراح اللي بيعرف يعمل كل جميع انواع العمليات، يعني اذا كان حزام بيعمل تكميم يعمل تحويل مسار. دي اهم حاجه تعرف الجراح المحترف اللي بيعمل تحويل مسار، اللي هو اصعبهم تقنيه. دي اصعبهم تقنيه، واللي يعرف يفك الحاجات دي، يعني اللي هو مثلا يفك حزام ويركب ويعمل تحويل، اللي هو يعني مثلا عين تكميم فشل، يعني يعمل اسمها بنسميها احنا اعاده اصلاح العمليات، اسمها ريدو سيرجري. ده الجراح المحترف. ريدو يعني بترجع تعملها تصلح. انما انك بتعمل جراح تكميم بس، بتعمل تكميم واحده، مش حاجه تقول ان انت كفء خالص، عشان كده ده يبقى ممكن يبقى مغرض. انك بتعمل حزام بس ده كونك تبقى مغرض. اوكي. فلازم العيان، في حاجه اسمها، فيش عمليه في الدنيا اسمها ناجحه 100%، وفيش عمليه في الدنيا فاشله 100%.
احنا عندنا عمليتين، عملية التحويل المسار المصغر او كلاسيكي، بس احنا ده المصغر اكثر انتشارا دلوقتي. دي عملية موجودة من سنة 1980 لحد دلوقتي، كانت بتعمل بالجراحة وبعدين تعمل بالمنظار من سنة 1990. والعملية دي ثابتة على مدى التاريخ، يعني ظهرت قصادها 50 حاجة، ظهرت تدبيس المعدة واتلغت، ظهرت حزام المعدة واتلغى. التكميم تقريبا ظهر من اول 2004، كانوا بيستخدموه على ان هو ستيب جوه عمليه، يعني خطوه من عمليه، وبعدين ابتدوا ان هو لقوا ان العين بتخس فابتدوا يعملوا عمليه لوحده. التكميم هل دي ده ده دي مقارنه بين التحويل الكلاسيكي والتحويل المصغر، مش دي يعني ممكن نبقى نتكلم بعدين عليها. الفرق ده مهم، لكن احنا خلينا نتكلم على التكميم والتحويل دلوقتي. التكميم والتحويل، طيب التكميم ليه خد الـ يعني البروباجندا دي؟ هل هو عمليه اكثر قوه من تحويل المسار؟ ابدا. يعني في الخساسان، في فقدان الوزن، تحويل المسار اقوى بكتير جدا من التكميم المعده. طيب النقطه الثانيه، ثبات الوزن بعد الخساسان، بعد فقدان الوزن لفترات طويله، بنتكلم 10-15 سنه، هل التكميم اقوى من التحويل المسار المعده؟ ابدا. ده كلام على فكره على مستوى العالم، يعني لما يقول لك المعيار الذهبي لجراحات السمنه، العمليه رقم واحد في اي دوله في العالم كبيره، هيقول لك ان هو تحويل مسار الايه؟ المعده. طب التكميم ده ليه قاد البروباجندا؟ او يعني انا ما اقولش ان عمليه وحشه على فكره، بس هو ليه اختيارات انا في رايي انها محدوده، بقت اكثر انتشارا دلوقتي. زي بالظبط العيانين، الناس اللي بتعمل شفط دهون لعيانين عشان تخسسهم، ما هي نفس الفكره، انت بقيت تعمل تكميم، انت وسعت الزون او وسعت الحلقه بتاعه التكميم، فبدأت تستخدم عيانين اصلا المفروض ما يعملوش تكميم. بمعنى التكميم المفروض يتعمل الاوزان اللي هي مش عاليه قوي، 110-120، يعني العيان بينزل 40-50 كيلو يقف. فلما يبقى 120 وينزل يقف عند 70، حلو قوي يعني يبقى تمام. لكن لو عملته لواحد 170 ونزل 40 كيلو او 45 او 50 وبقى 120، طب ما هو لسه تخين، هيرجع يزيد تاني، هيرجع ايه؟ يزيد تاني. فبعد 120 يبقى 130-140، لان ال 120 اتنيتها كالوري، هتحتاج كالوريز فيبدا ياكل، لان المعده بتوسع، هي عيب التكميم ان المعده بتمط. فاول اختيار في التكميم لازم يكون عيان وزنه قليل اللي هو ما يكونش مثلا 110-120. طيب الاختيار الثاني في التكميم ايه؟ ما يكونش عنده السكر، لان لو عنده السكر زي ما هنقول تبقى كمان شويه ان تحويل المسار هو لا، هو لا يلي اليد العليا في ضياع السكر مع الناس السمنه. التكميم بيضيع السكر بنسبه 40-45%، تحويل المسار من 90-95%. وفي الحلقه اللي فاتت اتكلمنا على الكلام ده بالتفصيل، وهنتكلم عليه ثاني. يعني ده التكميم اللي هو بنفصل 90% او 80% من حجم المعده وبنخلي المعده على شكل انبوبه ثاني. فدي بتوسع بعد شويه، بتمط بعد سنتين ثلاثه، بتمط. طبعا هي المعده ستريتشبل، بتبقى ستريتشد. طب انا في رايي بقى، سيبك من الكلام ده كله، انا شخصيا لما بقعد مع العيان بفهم العيان ده يمشي تكميم ولا تحويل من ارادته. يعني تلاقي في عيان يقول لك اصل انا كنت 130 كيلو مثلا ونزلت 30 كيلو، قعدت عليهم 4-5 سنين محافظ عليهم، ده عنده اراده. في عيان تاني تقعد معاه يقول لك انا عملت رجيم ما نزلتش ولا كيلو، او نزلت 5 كيلو زدتهم في يعني زي في شهرين وزدتهم 15 كيلو. طب ما هو ده العيان بتاع التكميم ده عايز عيان عنده القدره على الحفاظ على اللايف ستايل. يعني اللايف ستايل يعني انت لما تنزل بالعمليه تبقى من 120 بقيت 70، انت تقدر تحافظ على العمليه دي، ما تعتمدش بقى على العمليه، انت تقدر تحافظ على وزنك. لو انت عندك الاراده انك تحافظ على 70 تقدر تعمل تكميم. يعني ده الفرق. انما تحويل المسار ماليش دعوه بالترهات دي كلها، يعني تحويل المسار بيفقد الوزن احسن بكتير جدا، ينزلك الوزن المثالي. يعني شفت رأفت نزل من 192 كيلو بقت 93، يعني نزل 90 كيلو ولسه بينزل، يعني هو احنا يا دوبك لسه بنكمل السنه. يعني نمره اثنين ان هو بيحافظ على الوزن فترات طويله، يعني واحد زي رأفت ده كان 193 كيلو من 92 وبقى 93 نزل، ده عامل تحويل مسار، ده عامل تحويل مسار. وشوف وشه هيلسي وسليم وصحي وكل حاجه. وانا شفت شخصيا وكان عملنا معاه حلقه من حلقة من لا وما شاء الله حضور ذهني رائع جدا، وفي نفس الوقت كمان خسان يعني خس بطريقه عندهم سنة ان هم مرضى، يعني هم الراجل عنده ضعيفة، ما ليش ده مستوى زي
لا عندهم سم يمكن يلعب رياضه. لا هو بياكل مش لغرض الجوع، مش لغرض اللي انت هو حب الاكل، لا هو بياكل لغرض انه عايز ياكل. دي عارف زي اللي بيشرب سجاير سيجاره من سيجاره. هو فكرتها الادمان في الاكل. فالنوعيه دي اصلا ده ما ينفعش معاه تكميم. انت المعده هتوسع، هياكل كل ساعتين هياكل بس. طب ليه التكميم بقى الناس دلوقتي بقت اكثر اقبالا عليه؟ عشان انت بقى عندك عدد رحيم كتير جدا ما فيهوش تكميم. فبيتكلموا على انه عمليه رائعه. عمليه رائعه. ودولت على فكره الجراحين دول هو عمليه رائعه، بس مش عمليه رائعه للي يناسبها. للي يناسبها، اللي هو لازم يكون عنده اراده، ما عندوش سكر، وزنه مش عالي، هيعرف يحافظ على غير اللايف ستايل بتاعه، دي ليها كرايتيريا معينه. انما لو مش كده يطبق عليه تحويل المسار. طب ليه اصلا بقى احنا العيان، انت بتتكلم على جراحين كتير قوي، الجراحين دول في منتهى الخطوره، ده مش جراح اصلا، ده جراح ما يعرفش يعمل غير عمليه واحده، لو حصلت له مشكله اثناء العمليه مش هيعرف يتصرف فيها، لو حصلت مشكله بعد العمليه مش هيعرف يتصرف فيها، لان ده مش جراح سمنه قاعد يعني قاعد بقاله 10 12 سنه بيشتغل عيانين سمنه وبيشوفهم وبيتابعهم. هسألك سؤال فني شويه في الحته دي، هل الجراح اللي اتعلم التكميم وبيشتغل تكميم وبس، ده مشكلته انه ما استناش يتعلم كمان تحويل المسار ويتقنه او يشتغل خالص ويساعد فيه، فاستعجل يعني نوع من النواحي الاستعجال اللي بقت سمه دلوقتي في الجيل الجديد؟ ما هو ده فكره يعني فكره تسويقيه، فكره قصدي فكره ان هو عايز يطلع يشتغل يعمل عمليه واحده يجيب منها يعني نوع من التكسب. لكن ده مش تريننج خالص. التريننج اصلا انك عشان تتدرب في القصه دي لازم اول حاجه تقعد تساعد في التكميم وتحويل، وبعدين تقعد تشتغل تكميم، وبعدين ترجع تشتغل تحويل. ده بياخد فترات طويله. يعني احنا عشان نطلع نتكلم نقول عملنا عمليه مثلا تحويل، انا عملنا في الجامعه اكتر من 150 حاله عشان نقول ان احنا بنعرف نعمل تحويل ونعرف نتكلم عن المضاعفات ونعرف نعالج المضاعفات. لو حصلت يعني لو حصلت، انما ما عملتش عمليتين ثلاثه وطلعت قلت انا بعمل كذا. فهي مش قصه، ما فيش حاجه اسمها في الدنيا بعمل عمليه واحده، ما فيش حاجه اسمها. انت لازم تبقى جراح سمنه تعرف تتعامل مع جميع افرض حصلت مشكله مثلا وانت بتعمل تكميم المعده جاءت مثلا في حته جزء، لا تعرف تقلبها تحويل، افرض حصلت مشكله تعرف تخيطها وتقفلها. عشان كده الجراح المحترف ده اللي احنا بنقول عليه نسبه المضاعفات بتبقى من 1-2% مع مين؟ مع الجراح المحترف. لان لو حصلت حاجه تكنيكال جوه العمليه ان شاء الله يعرف يتعامل معاها، فتقل نسبه المضاعفات تبقى 1-2%، وده الرقم اللي احنا قلنا عليه رقم مقبول وموجود في جميع انواع العالم. طيب هروح لمنطقه تانية في الحوار، هي منطقه لو فشلت العمليه، لماذا لما تفشل العمليات طبقا للكتب كلها يقول لك حولها لتحويل مسار؟ يعني ليه تحويل مسار هي قبلة القاصدين؟ يعني دي اجابه بتاعت السؤال الاولاني. يبقى اصلا ما فيش مناظره اصلا. يبقى لما هي لا ما يعني ما اقصدش، انا بتكلم دايما على عينين كذا. ليه لما حزام المعده يفشل بنقلبه تحويل مسار، تدبيس المعده لما يفشل نقلبه تحويل مسار، تكميم المعده لما يفشل يتقلب تحويل مسار، او السيجي العمليه اللي هنقولها تاني. يبقى معنى كده ايه؟ ان تحويل المسار هي الفيصل. طب ليه انت اصلا ما عملتش تحويل مسار من الاول اصلا؟ يقول لك اصل دي سهله. معلش انا عايز ساعات يعني العين يقول لي اصل هي اسهل. طب معلش حضرتك، هو اصل انت يعني انت كده كده نايم وكده كده واخد بنج كل يمكن تقريبا نفس الوقت، فرقت نص ساعه زياده، انت ما بتحسش اصلا بالسهوله او الصعوبه. دي مشكله يعني دي المفروض اللي هيعاني منها الجراح مش المريض. ففي قصه السهوله دي قصه يعني المريض المفروض مش ما يحطهاش في اختياراته. طب قصه الامان، يعني قصه الامان انا هجيبهم الاثنين كده في تو واي وافرجك. ما هو اصل فكره الناس هنا ادي تحويل المسار، ده تحويل المسار عباره عن معده صغيره وبعدين بنوصلها بالامعاء على بعد 2 متر وربع من او 2 متر ونص من الاثنى عشر. انت خلي بالكم من شكل المعده في تحويل المسار المصغر، انها شكل اسطواني مستطيل رفيعه وصغيره، وبتتوصل على الامعاء في جزء منها اللي هو اول 2 متر ل 2 متر ونص، ده بيتم استبعاده مع المعده الكبيره اللي على الناحيه اليمين دي. عظيم جدا. هنحطهم الاثنين في مقارنه عشان نتكلم على الامان. الامان بيجي للناس من ايه؟ من حتى واحنا بنشرح هنا في الدكتور، مش هقول لك بقى في اشباه البرامج اللي بتخرف، لا ده انا هقول لك في الدكتور. احنا بنشرح الصوره المرسومه، وحتى لما بيروحوا في اليوتيوب بيلاقوا انه في تكميم المعده هي تصرف واحد، هو تكميم دبابيس واحده، شلت المعده المتبقيه وفضلت في المعده دي. هنا العمليه تبدو لهم عمليتين في بعض، هو تبدو للناس البسطاء عمليتين في بعض، ان هي انا شلت جزء من المعده فصلته ووصلته بالامعاء، فالتوصيله الثانيه دي هي اللي يعني هي اللي بيعتبرها الناس انها اضافه في العمليه.
اي ما هي ما هو الكلام اللي حضرتك بتقوله ده فعلا هو ده الكلام الناس بتقوله. هو انت الفكره ايه؟ انت ما انت كجراح هي دي المش دي مسؤوليتك انت مش مسؤوليه المريض. ان سواء انا اعملها طريقه اصعب او طريقه اسهل او كذا دي 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 تعتمد على فنيات الجراح. لو الجراح بيتقن التحويل بيعمل التحويل بنفس السهوله اللي بيعمل بها التكميم، فما بتفرقش مع المريض في حاجه. المريض تفرق معاه في حاجه واحده، نسبه الامان مش نسبه السهوله. السهوله دي بتاعت الجراح. الامان بقى ده اللي اتعمل عليه دراسات كتيره جدا، يعني هم جابوا ألوفات العينين من التكميم وألوفات العينين من التحويل المسار. هل تعلم ان نسبه المضاعفات التي تحدث ناتجه عن التحويل المسار اقل في التسريب، احنا بنتكلم على التسريب الناس بتخاف منه، والنزيف اقل من تكميم المعده، ولكن في خلينا محايدين هي النسبه بينهم قليله. يعني مثلا لو ده 1.5% ده 2% فهنقول 2 زي بعض، لكن التكميم مش اكثر امانا من التحويل. طب هل تعلم بقى ان لا قدر الله لو حصل مضاعفات اللي هي حصل تسريب في التحويل المصغر او حصل تسريب في التكميم، هل تعلم ان حتى على مستوى العالم الامريكان والاوروبيين ان علاج التسريب في التحويل اسهل بكتير جدا من علاجه في التكميم؟ عكس ما الناس فاهمه. يبقى اللي بيروج المعلومه ان التكميم عمليه اكثر سهوله من التحويل هو جراح لا يعني مش عارف يعمل التحويل، او هو لا يجيد مقدرات الامور كلها فبيحاول يدايركت العيان الى حاجه اسهل. طب هذهب الى السكر، مرض السكر في المخر ما زلنا بنضعهم في المخر. لو حطيناهم الاثنين عند قدام مريض سكر لماذا تفوق تحويل المسار تفوق مذهل؟ يعني لان التكميم لحضرتك لما تيجي تبص على الصوره بتاعته هو كل موضوع ان هو بيصغر حجم المعده. فهو بيعتمد على حاجه واحده في علاج السكر اللي هو تقليل حجم السعرات الحراريه اللي داخله عن طريق حجم الاكل، صح كده انا غلطان؟ طيب التحويل مش كده، التحويل بيعتمد على كذا حاجه. اول حاجه حجم المعده الصغير فبيقلل حجم الاكل، يبقى كده زي التكميم. لكن النقطه بقى الاكثر اهميه ان هو بيعتمد على تاثير الهرمونات، ان الاكل لما بينطلق من المعده ويخش الامعاء على بعد 2.5 متر بيطلع هرمونات موجوده في الامعاء ما كانتش موجوده قبل كده. الهرمونات دي اسمها جي ال بي 1 وبي واي واي 1، فده بيعمل برضو بيزاعد على افراز الانسولين وافراز خلايا البنكرياس بتزيد وبتشتغل تاني من اول وجديد، وبيقلل افراز المواد اللي هي بتضاد الانسولين لما الاكل ما يعديش على الاثنى عشر، وبيقلل المقاومه بتاعه الانسولين في الانسجه. فالقصص دي كلها مش موجوده في التكميم. عشان كده لقوا ان عينين عندهم عملوا تحويل مسار اللي جايين يعملوا عشان السكر، مش عشان السكر، كانوا جاي عندهم سمنه عندهم سكر، ان السكر منسوبه انتظم يمكن اثناء المستشفى. انا عندي عينين كان سكرهم 500 وبياخدوا 100 واحده في الانسولين او 400، وسكرهم اثناء المستشفى بقى اقل من 200 من غير انسولين. واتظبط خلال شهر بقى مثلا في حدود ال 100 120، وخلال شهرين ثلاثه مثلا بقى في حدود الثمانينات. يبقى ده قبل حتى ما يتاثر بفقدان الوزن اللي عنده. يبقى الموضوع في التحويل المسار هو فكره هرمونات، بيتغير الهرمونات وبتعيد بناء الخلايا الانسولين وبتعيد افراز الانسولين، وبيدي نتائج من 90% لـ95%. عكس التكميم ما بيعتمدش غير على تقليل الاكل، كانك عملت ريجيم بالظبط. يعني انت ما هو انت ايه الفكره في التكميم؟ كانك عامل ريجيم، يعني انت خسيت بالريجيم فسكرك هيتظبط بس، لكن ما فيش فكره الهرمونات. ما فيش تاثر في الهرمونات. عشان كده التكميم بيدي نتيجه 40% بس من العيانين. 40% لو جبنا 100 عيان عندهم سكر 40 هيخفوا لو عملته تكميم، و95 هيخفوا في السكر من النوع الثاني. من النوع الثاني، خمسه في التحويل. في التحويل. عشان برضو ما يجيش حد يقول لي اصل انا قريب عمل سكر وكان عنده عمل تكميم وخف، انت بتتكلم على 40% من مجموعه العيانين بس اللي بتخف. في بعض الناس بتروج للنوع الاول ان هو بيحسن النوع الاول. والله هذا يعني هذا جرم فظيع، يعني هذا جرم فظيع، ولا يوجد اي حاجه في مؤتمرات ولا في محاضرات. احنا نتمنى ان يكون في علاج، احنا مش هنقول لا. لا يوجد تحويل المسار المصغر لا يوجد له تاثير ما لا من قريب ولا من بعيد على النوع الاول في السكر، لان العيانين دول اصلا ما عندهمش خلايا بنكرياس اصلا ما بيطلعوش انسولين. ولم يصدر اي تصريحات عالميه ولا محليه ولا اي حد فينا على فكره في اغلب الجراحين. دي حاجه يعني انا بعتبرها يعني حاجه صبه في جبين العلم يعني. بس لو فرضنا النوع الاول وزنه زايد ما بيحصلش. لو وزنه زايد ما هو لو وزنه زايد هيتحسن نتيجه ان حجمه هيقل فالسمنه هتقل، لكن مش تاثير. فده لو عملت له تكميم عملت له تحويل برضه هيخس، لكن ملوش علاقه بالميكانيزم اللي احنا بنشرحه في تحويل المسار. فالنوع الاول ده ملوش علاقه. احنا في ثلاث حاجات عايزين نقولها، ان الجراحه المفتوحه
جراحة انتهت لازم تعمل المنظار هو نمرة واحد وهو ده أحسن حاجة في كل حاجة. تحويل المسار الحته دي مهمه جدا يا جماعه ارجوكم انتبهوا لها. اي حد تسمعوه بيتكلم على ان الجراحه المفتوحه افضل من المناظير تعرفوا ان هذا كلام جهل مطجع. انت لازم تقوم وتمشي. انت لازم تقوم تمشي لو بتتفرج على حاجه يعني بالريموت كنترول. النوع الاول من السكر النوع الاول من السكر ليس له علاج تحويل المسار، ملوش علاج عن طريق تحويل المسار المصغر ولا الكلاسيكي خالص. انما النوع الثاني بالعكس بقى، النوع التاني انا بحس العيانين كل عيان عنده النوع التاني من السكر وكان مليء ممتلئ مربع كتله الجسم بتاعه 31 ما تقعدش على الكرسي بتاعك قوم اتحرك اعمل عمليه تحويل مسار مصغر يعني انت هتنقذ حياتك من السمنه نمره 2 حياتك من السكر بمضاعفاتها اللي هي الشبكيه والكلام ده كله. ما تستناش لما يحصل مضاعفات ويجي لك سكر، ده فعلا سحر. يعني تحويل المسار المصغر لعلاج السكر يعتبر يعني من حاجات الاكتشافات الفظيعه في السنوات اللي فاتت. طيب انا عندي ثلاث اسئله صغيرين خالص بس هنقولهم بسرعه شويه عشان الوقت. عمليه سادي بدات الحوار فيها، احنا يعني نعتبر لنا الانفراد في الوطن العربي كله اللي بنتكلم على عمليه مش جديده من نوعها لكن على اذهان الناس جديده من نوعها. لا هي عشان برضو احنا ما نزديش لنفسينا افضل، دي مش موجوده في يعني اكيد في ناس بيقولها في الوطن العربي. لا نتكلم في الاعلام. في الاعلام ماشي لكن عشان انا ما احبش اقول للناس على الاعلام. العمليه دي بتتعمل في اوروبا وعمليه جايبه نتيجه كويسه جدا. واحييك على فكره ان انت رجعتني عشان توضح المعلومه، لان انا قصدي في الاعلام مش قصدي ان انا اقول ان احنا بنتكلم فيها كمخترعين ليها. لا طبعا يعني العمليه دي بتتعمل. هل في حد في مصر بيخترع عمليات؟ لا ما شفتش الموضوع اصلا على فكره مش قصه ان احنا اقل منهم كفاءه، احنا فكره احنا كفاءتنا عاليه جدا على لكن الاختراع جدا العملية. وانا لما كنت في امريكا كوبان كانوا بيبقوا مذهولين من مستوانا يعني. لكن هي الفكره انت عشان تعمل حاجه عمليه زي كده لازم تاخد فترات طويله وتعمل على انيمالز حيوانات وبعدين تدرس يعني 5 سنين وبعدين لازم تتعمل في سنترز عالميه. الموضوع بياخد وقت طويل وعايز شبكه اتصالات عنيفه عشان تعتمد هذه العمليه على مستوى العالم. سادي بقى السادي دي عمليه بيعملوا تكميم واسع وبنوصل وبنسيب جزء من الاثنى عشر ونوصل الامعاء على بعد 2.5 متر بس من ناحيه الامعاء الغليظه. ميزه العمليه دي انها بتعمل خساسان قوي جدا، نمره 2 بتعالج السكر بطريقه عنيفه جدا يعني بطريقه قويه جدا مش عنيفه، بتعالج السكر اقوى حتى من التحويل وبتعالج الكوليسترول وبتعالج الضغط والكلام ده كله. هي فيها ميزتين، الميزه الاولانيه ان التكميم بيخلي العيان واسع فبيخلي العيان ياكل كتير قوي اللي هم العيان الادكت اللي هم بيحبوا الاكل قوي ومش عايزين يمنعوا نفسهم من هذه النعمه اللي هم بيعتبروها نعمه يعني. نمره 2 انها تنفع في العيانين اللي هم عندهم تكميم عملوا تكميم قبل كده وفشل، يعني انت اصلا تكميم وسعت وكبرت ومش يخسوا فبدل ما تروح تشتغل على الحته اللي فوق تحاول تصغرها وتعمل تحويل ممكن بنشتغل نعمل لهم سادي فالعيان دول بيخسوا عنده معده كبيره يقدر ياكل فيها وفي نفس الوقت بيقدر يخس. سؤالين بسرعه، هل عمليات تحويل المسار هتؤدي الى مثلا مشاكل هضميه قيء مستمر؟ خالص، انا على فكره دايما بسال السؤال ده في كل عياده، يعني اولا هي ملهاش علاقه بالاسهال خالص، بالعكس انا عندي نسبه كبيره جدا من العيانين عندهم امساك يعني ما لهمش علاقه هم لا هم طبيعتهم كانت كده وتنيتهم كده ما ملوش علاقه بالاسهال. اللي بيحصل الاسهال ده كانت عمليات قديمه خالص واتلغت اسمها سكوبينارو لكن ملوش دعوه بالاسهال خالص. نمره 2 العين يقول لك اصل انا مش عايز اكل كل حاجه واخش على الحمام، يعني انا ما اعرفش جابوا الديفينيشنز دي منين ان هو كل ما ياكل يجري على الحمام، الكلام ده مش موجود خالص خالص. فقدان الامتصاص بيحصل في اول 2 متر ربع على الدهون والكربوهيدرات النشويات والسكريات ودي حاجه انت عايزها، لكن الاكل الصحي البروتينات والفيتامينز والادويه. على فكره انا كانت جات لي عيانه ما اعرفش هتسمعني دلوقتي ولا لا، ربنا يديها الصحه، كانت عندها مايسينيا جريفز. مايسينيا جريفز ده مرض ده مرض الوهن العضلات وده مرض نادر جدا وكانت خايفه ومحدش عارف اديها قرار، كانت خايفه انها لما تاخد تعمل عمليه عشان الريسبيراتوري اريست لا الادويه انها خايفه الادويه يحصل فيها قله امتصاص ادويتها نفسها البروستاجين فخايفه انها لو عملت عمليه تحويل المسار لو خدت الادويه مش هيحصل لها بروستجمين هيحصل لها بطنه بقى وافرض ما حدش عارف انت عملت لها تحويل مسار الادويه بتاعتها قلت على فكره في الدوز مش العكس يعني كانت خايفه ان هي ما تمتصش الكلام ده غير عشان اصل هي ايه المايثينيا وهن العضلات دي انتي استايل كورير ريسبتور انتي بودي الدهون
بتقف على مستقبلات الاستايلكولين، هي السمنه على فكره بالعكس، ده السمنه هي اللي تعيق الادويه انها تشتغل. هي كانت خايفه من الامتصاص، ان الادويه بتاعتها ما تمتصش. بالعكس الادويه بتاعتها بقت تمتص. انا عايز افهم الناس ان الادويه بتمتص، البروتينات بتمتص، الاكل الهيلسي كله بيمتص، العدم الامتصاص على الدهون والكربوهيدرات. ثالثا ما بيحصلش قيء، طبعا مفيش حاجه 100%، احنا بنتكلم على 95% ما بيحصلش فيهم قيء. اللي بيحصل قيء هو عيان بيزود في الاكل. يعني انت لو حجم معدتك 4 معالق او 5 معالق انت بتاكل زياده، انت بترجع، لكن هو ده الميكانيزم اللي عامل منه العمليه، ده الهدف من العمليه. لكن انت لو بتاكل بالكميات الصغيره المظبوطه ما بيحصلش قيء الا ما ندر. يعني احنا مش بنتكلم، مفيش حاجه 100%، بنتكلم 90 ل 95%، مفيش قيء اصلا. هل العمليات تؤثر على الحمل والولاده؟ بالعكس، احنا السؤال ده قلناه قبل كده بس نحب نعيده تاني، لان دايما برضو بنتسال السؤال ده. كل البنات الصغيرين اللي هم عندهم سمنه مفرطه بيبقى عندهم مشاكل في الهرمونات، مشاكل في التبويض، ما بيخلفوش بنسبه 50% ما يخلفوش، ولو خلفت هيحصل لها اجهاض وهيحصل لها مشاكل اثناء الحمل، والقيصريه بتاعتها ممكن تبقى فيها مقاسي، والبيبي نفسه ممكن يجيله سكر، وغير ان ممكن يجيلها سكر اثناء الحمل. بالعكس هي لو عملت تكميم او تحويل نسبة الإنجاب بتزيد بنسبة 50، يعني يوصلوا ل 95% قدرة على الإنجاب، الدورة بتنتظم، التبويض بينتظم، الحمل نفسه بيمشي بمنتهى البساطة. عملوا مقارنات بين لو حملت ست وهي تخينة وحملت وهي رفيعة، لقوا إن الريسك بتاعها بيبقى 30 يعني أكتر من 20-30 مرة الست رفيعة. أنت نورتنا، ده شرف عظيم وسعدت بهذه الزيارة، سعادة عميقة وعلم ما شاء الله عليك، وثقة ثقة كبيرة في أدائك الجراحي وأيضا أدائك العلمي، ونشكرك شكرا جزيلا. وأنت رائد من رواد جراحة السمنة، أن أنت بتشرفنا بهذه الزيارة، ده شرف عظيم، التي تنير للكثيرين مناطق جهل أو مناطق تضليل. الجهل معروف وممكن علاجه، أما مناطق التضليل فربما يحتاج منا هذا الأمر إلى جهد كبير. ده شرف عظيم لنا. الله كان ضيف العزيز الأستاذ الدكتور أسامة فؤاد، أستاذ جراحات السمنة المفرطة بكلية طب جامعة عين شمس. وأكيد وفاصل قصير ثم بعده نواصل.